بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السادة الحضور الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المؤتمر الدولي التاسع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي 14 الذي يقام هذه السنة في أربيل كردستان العراق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. رئيس الجلسة سعادة الأستاذ الدكتور رحاب يوسف، أهلا وسهلا بكم سعادة البروف. إليكم نبذة مختصرة عن سعادة البروف رحاب يوسف. الأستاذة الدكتورة رحاب يوسف أستاذ ورئيس قسم العلوم قسم علوم المعلومات بجامعة بني سويف، رئيس تحرير مجلة أريد الدولية لقياسات المعلومات والاتصال العلمي في منصة أريد، محكم ضمن قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، وكذلك رئيس تحرير المجلة المصرية لعلوم المعلومات جامعة بني سويف، والمشرف العام على مكتب المعلومات والتوثيق الرقمي بجامعة بني سويف، وكذلك مدير مكتب التدريب وتنظيم المؤتمرات في جامعة بني سويف مصر. أهلا وسهلا بكم سعادة الأستاذ الدكتور رحاب، تفضلي بإدارة الجلسة مشكورة. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره مريم. الصوت مسموع كويس؟ نعم، مسموع، على تفضلي. بركه الله. كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتوره مريم على وجودك معنا في المؤتمر وفي المحفل، وربنا يكلل خطاكم بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ارحب بحضراتكم معنا في الجلسه السابعه من اليوم الثالث يوم الاربعاء 10 يوليو 24 ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي 14 تحت شعار الجامعات ودورها في التنمية المستدامة، ومع حضراتكم فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة. في البداية أوجه كل الشكر لكل القائمين على منصة أريد، وأهنئهم على نجاح المحفل لهذا العام، لهذا النجاح الباهر، وفقكم الله جميعاً. كل الشكر لكل المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدولي التاسع للتحول الرقمي على قبولهم المشاركة معنا في فعاليات هذا المؤتمر، والشكر للحضور الكريم الذي شرفنا. وأرجو أن نثقل على حضراتكم إن شاء الله تستفيدون من المحاضرات التي سيتم إلقائها. نبدأ أولى محاضرتنا مع الذكاء الاصطناعي ودوره في تحديث واستدامة المنظومة الزراعية العربية، يلقيها الأستاذ الدكتور زكريا فؤاد فوزي حسن، الحاصل على بكالوريوس علوم الزراعية عام 98، حصل على دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية عام 2002 من كلية الزراعة جامعة القاهرة، عضو اللجنة العلمية للعلوم الزراعية للترقيات بالمركز القومي للبحوث، الباحث الرئيسي للعديد من المشروعات المحلية والدولية، حاصل على عدد 2 براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع المصري من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عام 2018 وعام 2021، شارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المحلية والإقليمية والدولية، له العديد من الدراسات بعد الدكتوراه خلال الأعوام من 2011 حتى 2015 بمعهد العلوم الجغرافية والموارد الطبيعية بأكاديمية العلوم الصينية بجمهورية الصين الشعبية للزراعات المحمية والزراعات العضوية والزراعة الذكية مناخيا، شارك كاستشاري في بعض المشروعات الزراعية القومية منذ عام 2020 حتى الآن، ألف عدد أكثر من 8 كتب نشرت في دار النشر العالمية في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، لديه أكثر من 60 بحثا علميا منشورا في مجلات علمية محكمة دورية محلية وعالمية، لديه خبرة في مجالات الزراعات المحمية والممارسات الزراعية الجيدة لمحاصيل الخضر والزراعة العضوية والزراعة الذكية مناخيا. تفضل حضرتك بروف بإلقاء المحاضرة الخاصة بسيادتكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم الصوت السلام ورحمة واضح الله وبركاته. والبرزنتيشن موجودة؟ واضح والبرزنتيشن موجودة، تمام. طيب جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني المشاركة في هذه الاحتفالية العلمية وهذا المؤتمر والمنتدى العلمي.
كل الشكر والتقدير لكل السادة القائمين على التنظيم والتنسيق من منصة أريد. كل الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة رحاب يوسف، الأستاذة الدكتورة مريم قيس، ولكل السادة الحضور الكريم. الحقيقة أنا النهاردة إن شاء الله في عجالة هتكلم عن الذكاء الاصطناعي ودوره في تحديث واستدامة المنظومة الزراعية العربية، ويمكن المحاضرة هتكون أوفر فيو، يعني ممكن الغير متخصص برضو يعني يقدر ان هو ان شاء الله معلومات بسيطه. احنا طبعا بنتكلم عن القطاع الزراعي، والقطاع الزراعي هام جدا في اي دوله لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لتحقيق الامن الغذائي، لتحقيق الامان الغذائي. وبنجد ان الزراعه داخله بقوه في كل اهداف التنميه المستدامه 17، وفي كل غاياتها اللي هي 169 غايه، من اول القضاء على الفقر والقضاء على الجوع للعمل المناخي. والحقيقه عشان اعمل تنميه مستدامه لابد ان هي تكون، الحقيقه دايما بقول ان هي بؤره ما بين الجانب الاقتصادي والجانب المجتمعي والجانب البيئي. يمكن من فتره كبيره كان دايما التنميه بتبقى مركزه على الجانب الاقتصادي باغفال الجانب المجتمعي والجانب البيئي، فما كانت التنميه غير مستدامه. فاحنا العالم كله بيلجأ الى عمليه التنميه المستدامه لينا. استاذ حضرتك بس العرض. تمام. طبعا في تحديات كبيره عالميه ومحليه واقليميه، مساله الطاقه المستدامه، الامن الغذائي، الامن المائي، الاستخدام المستدام للموارد وحفظ التنوع البيولوجي. كل ديت من التحديات اللي بتقابل اي مجتمع او اي دوله سواء متقدمه او ناميه. ان في نتائج اترتبت على استخدام الاساليب العلميه الحديثه في الزراعه، ومنها الذكاء الاصطناعي اللي هنتكلم عليه، ادت الى زياده الانتاج الزراعي، توفر المحاصيل الزراعية في معظم أيام السنة بغض النظر عن الظروف المناخية. عفوا منها دكتور، عفوا العرض أفهم راح الآن، العرض راح غير موجود الآن. العرض راح بس أنا يعني تمام. الآن الكاميرا فقط مفتوحة. طيب ثانية واحدة يا فندم، أعمل شير مرة أخرى أي نعم. كده. موجود حضراتكم؟ نعم موجود. تمام تمام يا طيب فندم، تفضل. اكبره ولا اخليه كده برضه واضح؟ هو كده علشان لو حضرتك كبرته مش هنشوفه تمام. تاني. طيب هو جميل كده قوي، اتفضل حضرتك. ماشي يا فندم. طبعا التقدم العلمي والتقني في المجال الزراعي كان له مجالات كتيره جدا، منها الكلايم سمارت اجريكلتشر او الزراعه الذكيه مناخيا، وده كان كتاب الفته فيها. طبعا الزراعه الذكيه مناخيا هي بتعتمد على 3 دعائم، ان اي معامله او ممارسه زراعيه هتساعدني المزارعين على بناء القدره، ويبقى في ريزيلينس وفي مرونه على التكيف مع تغير المناخ، وتزيد لي بشكل مستمر الانتاج الزراعي والدخل، وتقلل لي بقدر الامكان من غازات الدفيئه او الانبعاثات الكربونيه. عشان كده لما نيجي نتكلم عن الزراعه الرقميه او الزراعه التكنولوجيه الحديثه، بتعتمد على اشياء زي الانترنت اوف ثينك، انترنت الاشياء، الروبوتس، الاي اي اللي احنا بنتكلم عليه في محاضرتنا وفي مؤتمرنا عن الذكاء الاصطناعي، ارتفيشال انتليجنس، الطائرات بدون طيار، درونز، الروبوتس، الاجريكلتشر، بريسيشن اجريكلتشر، والتكنولوجيات الحيويه. عشان نعمل ديجيتال ترانسفورميشن او تحول رقمي، لابد ان انا اتعرف على الزراعه الذكيه والذكاء الاصطناعي، الاقمار الصناعيه ودورها في الزراعه الدقيقه، تكنولوجيا المعلومات مهمه جدا مع التنميه المستدامه، دور الاستشعار من البعد ورزم المعلومات الجغرافيه، دور التكنولوجيا الرقميه في مواجهه ندره الاراضي. طبعا الكلاود كومبيوتنج والمعلومات، هيوج اماونت اوف انفورميشن اللي احنا بنجمعها دي، بتفيدني جدا ان بعمل كونكشن ما بين كل التولز اللي عندنا والسكيلز اللي عندنا، علشان اقدر اعمل ويزدم او ان انا اوصي بالتوصيات الزراعيه الخاصه بالمحاصيل. عشان كده بنقول ان سمارت فارمنج، المزارع الذكيه، لابد ان هي تتكون من سنسنج تكنولوجيز، من السوفت وير ابلكيشنز، وبرضه الهارد وير ابلكيشنز، ومن الداتا اناليسيز سوليوشنز. الزراعه الرقميه بتترجم احتياجات النباتات بصوره الكترونيه وبصوره كبيره. الزراعه الذكيه مع الذكاء الاصطناعي دي هي اساسا في خدمه الزراعه الرقميه. هدفها ان انا بتحكم في كل العوامل اللي بتاثر لي على النباتات، درجه الحراره وكميه الميه والرطوبه، تحديد كميه المبيدات، وايه الاماكن الضعيفه عندي في زراعاتي، وازاي انا احلها. بستلم اشعارات عند حدوث اي تغيير في العوامل ديت على النباتات، بمعنى ان انا بقدر اتحكم في زراعاتي وبعرف زراعتي ماشي كويس ولا لا، واقدر اعمل فيه ايه وانا في اي حته. انا كانت تجاربي في مصر وانا
بقدر ان اتحكم فيها من ورا في الصين. كذلك برضو الزراعات والتجارب اللي معايا في الصين اقدر ان انا موبايل ابلكيشن عندي بقدر اتعرف على حاجه النباتات واحتياجاتها ولو في اي مشكله. مفهوم اداره المزارع ده بيقول الزراعه هي اداره مانجمنت. اداره المزارع والتحكم في المحاصيل عن طريق الانترنت باستخدام انظمه التحكم عن بعد عشان احسن الانتاج الزراعي. التولز والادوات بتاعتي اجهزه الشعار، الطائرات المسيره، الروبوتس، الانترنت اوف ثينج او انترنت الاشياء اللي بيسمى دلوقتي انترنت اوف ايفري ثينج، بتعتمد على عندي اجهزه الشعار، في منصات الاي او تي، في ادوات للتحليل والمعالجه، في منظومه للحمايه والامان، في خدمه حاسوبيه، في كونكشن واتصال. اهميته طبعا اتمته البيانات، انخفاض التكاليف، اتخاذ قرارات صائبه، تحقيق السلامه والامان، وانجاز المهام بسرعه وسهوله. طبعا مجالات تطبيق الانترنت اوف ثينك والذكاء الاصطناعي في مجالات كتير جدا، في الصحه والنقل والمباني والمنشات والتجهيزات والصناعه الذكيه والمبيعات والبيئه الذكيه والزراعه الدقيقه فيما يخص مجالي، بطاقات الحقول والحساسات، سنسورز، تقنيه مراقبه المناخ المحلي، المناخ الزراعي، وتقنيه الري الذكي سمارت اريجيشن. عشان كده احنا بنهتم ان احنا ممكن نقدر نتعرف على الامراض، على احتياج النبات الثمريه المائيه عن طريق الموبايل ابلكيشن اللي عندي، ان انا اقدر اتحكم روبرتس واقدر ان انا اعمل جميع الاعمال الزراعيه سواء في الجرين هاوس او في الاوبن فيلد ان ذا سيم تايم. الزراعه الذكيه والذكاء الاصطناعي، المجالات زي ما احنا قلنا، في الروبرتس اتعرف على الشبكات الزراعيه والانظمه الخبيره او النظام الخبير، النظم الخبيره اللي احنا نظام الرؤيه، التعرف على معالجة اللغات، التعرف على أنظمة الصوت، صناعة الرقائق الذكية، الريبورتس. النظم الخبيرة ده برنامج مصمم علشان ينفذ لي مهام متعلقة بالخبرة البشرية. بيحاول النظام الخبير إيه؟ مجموعة من الخبرة بتعمل برنامج معين لمحصول معين أو لسيستم معين في المزرعة، بيقوم لي بعمليات تعتبر من اختصاص البشر وبيتضمن الحكم واتخاذ القرار. النظم الخبيرة ده مجموعة من النظام، عبارة عن قاعدة معرفة وذاكره للعمل وواجهه المستخدم اللي انا اليوزرز ديت، وفي طبعا اب تو ديت للانفورميشن او الويزدم ليا. فالابلكيشنز للارتفيشال انتليجنت في البريسيشن فارمنج، في السمارت اريجيشن، في الاجريكلتشر درونز، في السمارت جرين هاوس، في ليد مونيتورنج، في الفارم مانجمنت، في البريسيشن لايف ستوك فارمنج، لان احنا بنتكلم على الذكاء الزراعي في الانتاج الزراعي سواء الشق النباتي او الحيواني. الروبوتس طبعا دي الات ذكيه، انظمه كمبيوتر عشان اتحكم واعالج المعلومات وبتعامل بعينات، وبعد كده بتقدر تقوم بالمهام اللي فيها. ويمكن النهارده كان في معرض ومؤتمر في الرياض كنت حضرته قبل المحاضره، كان عن الذكاء الاصطناعي وعن الروبوتس وازاي ان احنا بنقدر نتعامل معاه. الذكاء الاصطناعي باختصار كده مع بعض بيسبب لي ايه في الانتاج الزراعي؟ اول حاجه زياده الانتاجيه. يحلل الذكاء الاصطناعي كميات ضخمه جدا من البيانات المرتبطه بالتربه، بالمناخ، بالمحاصيل، بالامراض، بالافات. بستخدم هذه البيانات دي عشان اوجه القرارات الزراعيه بشكل افضل. ده بيساعد على زياده انتاجيه المحاصيل وتحسين جودتها. تحسين اداره الموارد، الذكاء الاصطناعي برضه بيحسن لي على اداره الموارد بتاعتي. مياه اللي بقوم بيها الري، الاسمده، الموبيلات، بتستخدم تقنيات التعلم الالي عشان احدد الكميه المثلى من الميه ومن السماد لكل نبات وليس لكل الغيط او لكل المزرعه. ثالث حاجه التنبؤ بالامراض والافات. الذكاء الاصطناعي على طول باستمرار بيديني البيانات المتعلقه بالامراض والافات اللي بتاثر على المحاصيل، الكشف المبكر عن المشكلات، التنبؤ بانتشار الامراض والافات، ده بيسمح لي باتخاذ اجراءات وقائيه مبكره عشان يمنعني انتشارها وتقليل التلوث. الزراعه الدقيقه، الذكاء الاصطناعي بيدعم لي تقنيات الزراعه الدقيقه زي الزراعه بدون تربه الهيدروبونكس، الزراعه في الافق العمودي اللي هي فيرتيكال فارمنج، تحسين اتخاذ القرارات، ودي نقطه مهمه جدا بناء على المعلومات. الذكاء الاصطناعي بيساعد المزارعين والمنتجين الزراعيين على ان يتخذوا القرارات الصحيحه فيما يتعلق بكل معاملات المجال الزراعي من خلال انه بيحلل البيانات المعلومات اللي عندي، بيطبق تقنيات التعلم الالي، تقدم النظم الذكيه، توصيات شخصيه ودقيقه للمزارعين بشان اداره المحاصيل، التسميد، مكافحه الافات، يعني كل العمليات الزراعيه واداره الموارد. ده بيساعدني على ايه؟ تحسين الانتاجيه وتقليل التكاليف وبالتالي زياده الجوده. تحسين جوده المحاصيل دي نقطه ثابته، بيساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين جوده المحاصيل وفحصها بدقه. بستخدم تقنيات التصوير والتحليل الضوئي والاستشعار الطيفي لتقييم صحه المحاصيل وبتحديد معايير الجوده. ده بيساعدني على اكتشاف المشكلات المحتمله مبكرا واتخاذ اجراءات للحد منها. الذكاء الاصطناعي في الزراعه والبيئه،
طبعا البيانات دايما بقول هي حجر الاساس للتقنيات الحديثه. لا يمكن ان انا ادرب انظمه الذكاء الاصطناعي الا بالكثير منها. كل ما حصلنا على بيانات كل ما استطعنا ان احنا نستخلص معلومات ادق حول البيئه المريده للبيانات واتخاذ قرارات اقرب للصواب. بتولد المزارع كم هائل من البيانات يومي متمثله في درجات الحراره زي ما قلنا، طقس، الرطوبه، ظروف التربه، انواعها، حاله المحاصيل، الافات الزراعيه، كميه الميه، ملوحه التربه، قلويتها. بتزداد البيانات دي قيمه عند الحصول عليها بشكل فوري اب تو دي. بنجمع البيانات الزراعيه باستخدام عده وسائل، بتعمل المستشعرات واجهزه الانترنت الاشياء على جمع البيانات الارضيه زي مستشعرات درجه الحراره والرطوبه واجهزه تحليل عناصر التربه، وبتعمل الاقمار الصناعيه والطيارات بدون طيار الدرونز على انها بتعمل عمليه مونيتورنج وبتعمل عمليه رصد كمان للبيانات من منظور اوسع. بتعمل على مراقبه المزارع في مساحات اوسع وفي اوقات وجيزه، بتلتقط مجموعه من الصور وبقارن بينها بين قواعد البيانات الصور اللي عندي، برصد العلامات، بيعمل لي تصور دقيق حول ظروف الاراضي الزراعيه. دي صوره مثلا من الاقمار الصناعيه عشان تراقب لي صحه المحاصيل الزراعيه ونشوف هل في افات، هل في امراض، هل في نقص في المحصول في بوينت معينه او قطعه معينه واقدر اتعامل معاها. طبعا يعني في كلام كتير في الموضوع، احنا نقدر نقول الذكاء الاصطناعي بيواجه لي تحديات الامن الغذائي. الزراعه الدقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي والاتمته لعمليه الزراعه كامله، دي المجموعة التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي أشبه بالانتقال من الزراعة التقليدية التراديشنال ميثودز أوف أجريكلتشر إلى استخدام بقى زي ما إحنا شايفين بقى المحاريث والجرات المميكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون سائق والتحكم فيها عن بعد. الذكاء الاصطناعي بيحلل لي البيانات والصور وبيكشف لي على الآفات والأمراض. وهنا الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التحكم الذكيه للرش الدقيق، توزيع المبيدات الحشريه بشكل اكثر فعاليه. الزراعه الذكيه القائمه على الروبوتس دي، يجب تطوير الروبوتس ديت اللي بتكون مجهزه بتقنيات الذكاء الاصطناعي عشان تنفذ كافه المهام الزراعيه بشكل ذاتي. والروبوتس ديت اقدر ازرع البذور، بترعى النباتات، الاعمال الزراعيه، بتحصد لي المحاصيل بشكل مستقل، ده بيقلل لي الحاجه للاعمال البشريه وبيزيد من كفاءه الانتاج الزراعي وتكون بصوره اسرع وبجوده اعلى. زي بيستخدموا الروبرتس النحل. الحقيقه طبعا ان النحل هو الكائن الوحيد اللي في الكون لو انتهى الكون ينتهي، اي كائن حي لو انتهى تماما، وزي في كائنات حيه كتيره انقرضت ولم يحدث شيء مؤثر بشكل يعني دراماتيكي في الكون لكن الا النحل. فاحنا دلوقتي بنعمل روبرتس بحجم النحل عشان نلقح النباتات. ايه بيعمل له من اهم العمليات اللي بيقوم بيها النحل؟ هو تلقيح نباتات، وده عملية خطيرة جدا لأن في كثير من النباتات لا تلقح بالرياح ولا ذاتيا، ولكن لابد من وجود حشرة نحلة سبحان الله. احنا بنجهز الريبورتس ده بتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عشان تحدد الآثار المستهدفة، وبننفذ عملية التلقيح بكفاءة، وده بيساعدني في زيادة إنتاجية المحاصيل، يبقى عشان نحقق الأمن الغذائي. في الزراعة العمودية زي ما اتكلمنا في الفضاء، دي تقنيات الزراعة العمودية والهيدروبونيك و و مستعمرات فضائية عشان أوفر الغذاء للرواد و و توفير الغذاء المخصص للاحتياجات الفردية برضه. التقنيات الذكاء الاصطناعي بحلل البيانات الشخصيه، بطور النظم، بقدر انصح الافراد بتركيبات غذائيه مخصصه بتلبي الاحتياجات بتاعتهم. في حاجات كتيره زي استخدام تحليل البيانات والتنبؤ في توقع الاحتياجات وتحسين الانتاج الزراعي. برضو باكد اجمع البيانات هي الخطوه الاولى، وبعد كده بستخدم اجهزه استشعار من البعد من الاقمار الصناعيه والطائرات بدون طيار عشان اجمع بيانات حوالين المحاصيل، حوالين البيئه الزراعيه، وبجمع بيانات محطات الرصد الجوي الزراعي وليست محطات الارصاد الجويه العاديه، وفي حساسات ارضيه عشان اراقب عوامل زي درجه الحراره والرطوبه ومستوى الامطار. بحلل وبستخدم القنوات الذكيه، وفي توقع بريدكشن للاحتياجات، يعني انا ايضا بالذكاء الاصطناعي انا بستخدم نماذج توقعيه عشان احدد احتياجات المحصول فيما يتعلق بالمياه والاسمده والرعايه، وبوفر معلومات دقيقه حول التوقيت المثالي للزراعه والحصاد. المراقبه والتقييم من المهم ان انا اراقب اداء المحاصيل بشكل مستمر وبحسن الانتاج بناء على هذه التغيرات والبيانات الجديده. وفي تكامل التقنيات، التكامل البيانات مع التحليل مع التكنولوجيا الزراعيه زي انظمه الري الذكيه والمعدات الزراعيه المتقدمه. طبعا في تحديات ومخاوف متعلقه بتبني التقنيات الذكيه في الزراعه، منها ايه؟ تكلفه الاستثمار، يعني بي ايه من ضمن الحاجات اللي بيقولوها ان تكنولوجيا الزراعه الذكيه باهظه التكلفه في البدايه، يعني الانفراستراكشر بيجعلها غير ميسره لكثير من المزارعين الصغيرين او المجتمعات الريفيه الصغيره. برضو من التحديات تكنولوجيا الاقتصاد، في بعض المناطق الريفيه في بعض دول العالم النامي ممكن تكون تحديات في توفير البنيه التحتيه للاتصالات بالانترنت والاتصالات السلكيه، ده بيقلل من قدره المزارعين على استخدام التقنيات الذكيه. حمايه البيانات، يعني برضو بعض المزارعين بيتخوفوا
من حمايه البيانات بتاعتهم، او المزارع الكبير بس عايز يحمي بياناته وخصوصيته، دي برضو مشكله. التدريب والتعليم طبعا عشان اتبنى التقنيات الذكيه لابد ان يكون هناك تدريبا وتعليما جيدين للمزارعين والعاملين في الزراعه عشان اضمن فهمهم الجيد واستخدام التكنولوجيا بكفاءه. بعد كده الادارات والتنظيمات، طبعا الحاجات القانونيه والتنظيميه بين البلدان دي تتعلق بالحقوق الملكيه الفكريه واستخدام التكنولوجيا، تباين البيئات الزراعيه، التكنولوجيا هنا لا تناسب جميع البيئات الزراعيه بنفس الكفاءه، يبقى يجب تخصيص الحلول وفق الاحتياجات وظروف كل منطقه. الاعتماد على التكنولوجيا، في مخاوف ان المزارعين هيكونوا اكثر اعتماد على التكنولوجيا مما يجعلهم اقل قدره على الزراعه التقليديه في حاله فشل التكنولوجيا، دي احد التحديات او المخاوف. التوجهات السوقيه برضه يجب ان احنا نراعي توجهات السوق والطلب عند تبني التكنولوجيا لضمان قبول المستهلكين للمنتجات الزراعيه الذكيه، وده دور الاعلام مع الجانب الفني الزراعي العلماء والبحاث. الامان السيبراني، في مخاوف من هجمات القرصنه السيبرانيه على الانظمه الزراعيه الذكيه مما يتطلب تكنولوجيا امنيه قويه. التوازن بين البيئه والاقتصاد، ده طبعا مراعاه التوازن بين تحقيق الارباح الاقتصاديه والحفاظ على البيئه والاستدامه البيئيه اللي اتكلمنا عليها في اول المحاضره. تطورات الزراعه الذكيه وتاثيراتها المحتمله، احنا شايفين ان استخدام التكنولوجيا الحديثه يعني حجره بسيطه كده بزراعات الهيدروبونيك او الاكوابونيك او الزراعات العموديه بفدان من الفدان العادي، لو قارنه ما بين فدان بالتكنولوجيا الحديثه، الفدان ده بيديني انتاجيه اكتر من 15 ل 20 ضعف التكنولوجيا العاديه في الفيرتيكال فارمنج، في استخدام الدرونز، في الكشف عن الامراض الحشريه والنباتيه، في الكشف الدقيق عن الحشرات، في الرش الذكي ان انا برش بكميه معينه لمكان معين. طبعا اسهام الذكاء الاصطناعي في مكافحه تغير المناخ، ولا بد تقول زراعه ذكيه مناخيه، لابد ان انا اتنبا وباحسن التوقعات، بحول البيانات الخام اللي عندي لمعلومات قابله للتنفيذ، بعمل محاكاه واكتشافات علميه، بعمل بحث عن حلول لمسائل معقده. عشان ما اطلش على حضراتكم واستقبل اي استفسارات او اسئله، ما اعرفش هي بعد محاضرتي او في نهايه اللقاء كله براحه حضراتكم، الملخص العام والتوصيات ان انا بقول ان الزراعه الذكيه واستخدام الذكاء الاصطناعي ليها فوائد كتيره جدا، من اهمها تعزيز الابتكار الزراعي، تقليل الوقت والتكاليف، التحكم في العمليات الزراعيه المختلفه، خلق الوظائف الخضراء، حفظ وحمايه البيئه من خلال اداره افضل الموارد الطبيعيه، التكيف مع تغير المناخ، الحد من انبعاثات الغازات الدفيئه، خفض ظاهره الجوع والفقر، زياده الانتاج وتحسين جوده المحاصيل الزراعيه، وتطبيق الاداره المستدامه للموارد الطبيعيه. الحقيقه هنا في الشرط ده يعني دايما بيقول لي ان التغيرات المناخيه هتؤثر لي في المستقبل، هتخلي الاحتياجات المائيه اكبر، هتعمل درجات حراره عاليه، هتقلل نمو المحاصيل، مع الزياده السكانيه مشكله تانيه، فتؤدي الى كونفليكت وتؤدي الى صراعات. يعني لو شرحنا يمكن ناخد نص ساعه في شرح الشرط دوت، فعشان نقول احنا بحاجه لاجراءات زراعيه ذكيه مناخيه مرنه على جميع المستويات للحصول على الامن الغذائي والامان الغذائي لشعوبنا ومنطقتنا العربيه. دي بعض المراجع اللي استخدمتها، وبشكر جزيلا لحضراتكم لحسن الاستماع، وفي استعداد لاستقبال اي تعليقات، اي اضافات، اي توضيحات، اي يعني تصحيحات، اي اسئله. شكرا جزيلا دكتور ريحان، شكرا جزيلا دكتوره مريم، شكرا جزيلا لجميع الساده الحضور، شكرا يا فندم. كل الشكر لحضرتك بروف زكريا على هذا العرض المتميز جدا، ودائما تسرينا بكل المعلومات الجديدة في شكرا يا فندم، الله المجال. يبارك. ويعني أنا بحسد حضرتك يعني، بس أنا ماسكة الخشب ما الله شاء يا فندم، الله. ربنا يبارك، بعد ما عندكم يا فندم كتر خير. لا العفو العفو، يعني العرض كبير جدا، لكن حضرتك أوجزته لنا في الوقت المحدد بالضبط، الحمد لله. واستفدنا من كل شريحة معروضة، فربنا يبارك في علم حضرتك ويوفقك دايما إن شاء الله. شكرا شكرا يا فندم. لحضرتك بروف زكريا، شكرا. شكرا. ننتقل الآن إلى الذكاء الاصطناعي وما وراء الآفاق في جماليات التصميم الفني، مع الأستاذة الدكتورة رحاب رجب محمود حسان، أستاذ دكتور تصميم الأزياء منذ عام 2018 بجامعة حلوان وجامعة نزوي بسلطنة عمان، شاركت بمؤتمرات عربية عديدة ومؤتمرات دولية بكل من إنجلترا، إيطاليا، أسبانيا، البرتغال، جنوب أفريقيا، ماليزيا، إندونيسيا، وعن بعد بتركيا واليابان. شاركت بالعديد من المعارض الجماعية ومعرض فردي رداء ونداء عام 2009، مؤلف للعديد من الأوراق العلمية التي تربط تصميم الأزياء
بمجالات أخرى كالتكنولوجيا والفن التشكيلي والعمارة والإعلام والتصوير، مدرب معتمد بجمهورية مصر العربية، مؤلف كتاب فن تصميم الأزياء دراسات علمية ورؤى فنية عام 2014، وكتاب تصميم الأزياء بين الإبداع والبحث العلمي عام 2023. قامت بإعداد وتقديم دورات في البحث العلمي والتصميم، عضو هيئة تحرير وتحكيم للمجلات العلمية المحكمة العربية والدولية، عضو لجان الترقية بالجامعات العربية، عضو الجمعيات الفنية. فلتتفضل بروف رحاب على إلقاء العرض الخاص بسيادتها، وسعداء جدا جدا بمشاركة حضرتك معانا بإحدى مؤتمرات المحفل. تفضلي يا بروف. الصوت مش مسموع يا بروف، ممكن حضرتك تضغطي على المايك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وبركاته. أهلا بحضرتك بروفيسور رحاب، أتمنى تكونوا بكل خير ومساء طيب. علينا وعليك يا رب إن ودكتورة شاء مريم، الله. أهلا بك دكتورة رحاب يوسف والجميع، أهلا بحضراتكم. وفعلا بسعد بأي تفعيل علمي فني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عايزة أقول لحضراتكم أنا مش داخلة أفيد على قد ما أنا استفدت. بشكرك جدا تلقي الدعوة دكتورة رحاب يوسف، الحقيقة خليتيني أقرأ في موضوع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات بتاعته في التصميم بطريقة تانية، لأن إحنا دايما، وده يمكن اللي أنا عايزة أتكلم فيه، وما شاء الله 30 دقيقة بيعدوا بسرعة قوي. دكتور زكريا هو قاعد بيقول، بقول بسرعه ليه يا دكتور زكريا، دول 30 دقيقه. احنا غالبا في المؤتمرات، يعني نشكر ليكم كرمكم، بيبقى ربع ساعه تلت ساعه، ف 30 دقيقه دي حتى ما شاء الله معايا مصمم مبدع. بستأذن حضرتك بروفيسور رحاب بنقل له ان هو النهارده عندي كدراسه حاله، لان في جزء نظري شويه او علمي، احنا ناس بتوع تصميم ففي فن، ففي جزء علمي، ويمكن ده اللي خليت، يعني زي ما اقول حضرتك، المؤتمر خلاني ان انا ابص عليه بشكل اقوى، بحيث ان هو يتم تنسيق ووضعه يعني في نسق باسلوب علمي او منهجي اكتر، اللي هو ازاي اوظف الذكاء الاصطناعي في عملية الديزاين او في الارتس، برضو في الفنون. ومعانا دراسة حالة لطيفة قوي للمصمم، وطبعا فروع التصميم كتيرة قوي، باشمهندس رامي، مش عايزة أقول هو من تلامذتي، لا ده هو ما شاء الله مبدع. فخلينا نبص كده، نفتح نفس الناس زي ما بنعمل كده مع، حتى ما شاء الله يعني في حاجات لطيفة قوي احنا هنستعرضها. ظاهر قدام حضراتكم العرض بروفيسور رحاب؟ ظاهر. نعم حضرتك لو ايوه. ف حضرتك تجربي فول سكرين. اوكي اه يعني انا عايزه نفتح نفس الناس كده عشان نستحمل شويه الحبه الغلسين اللي في الاول، الجزء النظري او الايه الثيراتيكال فريم ورك، او الجزء النظري في الاول، لان يعني في جزء بعد تفضلي كده لطيف تفضلي. قوي. وزي دكتوره رحاب ما بتقولي، بص حضراتكم في شغل جميل قوي قوي ان احنا نشوف الاي اي او الذكاء الاصطناعي هيعمل معانا ايه كمصممين، احنا نتكلم عنه بشكل يمكن مفصل. مثلا ده احد المصممين اللي هو دراسه الحاله اللي احنا مركزين عليه النهارده، باشمهندس رامي. ده الشغل بتاعه لما كان، لان احنا في عندنا قضيه كبيره قوي بتطرح، هل الذكاء الاصطناعي هيحل محل المصمم او الفنان؟ فاحنا بنشوف الشغل بتاعهم اللي هو البينتينج او الهاند دروينج الاساسي قبل الاي اي، الشغل بتاعهم كان عامل ايه، عشان نبدا نعمل كأن زي دراسه مقارنه بقى، اللي هو ايه هيدخل عليا الاي اي ويعمل ايه مع المصممين. دي سكتشات رامي قبل ما يبدا. احنا طبعا انا برضو ايه مركزه قوي في حته الفاشن ديزاين، لان ديزاينز حاجات كتيره قوي، المجالات بتاعتها كبيره قوي. بعدين بصوا بقى السربرايز بقى، المفاجآت الرائعه اللي هيقدمها لنا الذكاء الاصطناعي في التطبيقات بتاعته بتاعه الديزاين. بس زي ما بقول لحضراتكم، دي حاله مصمم واحد، ده كوليكشن مثلا واحد اللي هو الاقتباس من البوم. فما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني هيبقى عايزين نحلل بس بشكل سريع قوي. دي برضو عندنا دراسة حالة، دي برضو كولكشن تاني، ان انا بعمل تصميم اسمه التصميمات دي شخصية الملكة مثلا، فنبص ازاي عملية الادخال، المدخلات اللي احنا بندخلها على برامج الذكاء الاصطناعي، بيبقى الفيجر او الموديل، وبعدين ازاي ان انا ببدأ اغذيه ببيانات معينة، انا بديله اوردرز معينة، ازاي بدخل حاجات من الاول انبوتس او مدخلات، وبعدين ازاي عندنا احنا في المصممين حاجة اسمها المود
بورد اللي انا بيبقى عندي الانسبيريشن بتاعي، الاستلهام، وبعدين بدخل عناصر وعناصر مع عناصر. كل ده كان بيتم تلقائي ذهني في عقلية المصمم. ازاي دلوقتي الآلة او الذكاء الاصطناعي بقى بيساعدنا، بديله عمل اللايت، بديله التكتشرز، بديله التكستايز، كل حاجة بغذيه بيها بحيث ان هو يديني الديزاينز في الاخر. لكن ناخد بالنا ان الشغل بتاعنا هنا برضو الديزاينز دي بيبقى الديزاين ده مش البرودكت، ده مش الاند برودكت بتاعنا، لان احنا الاند برودكت بتاعنا اللي هو القطعه الحقيقيه اللي بتكون خلصانه. وبرضو زي ما الدكتور اللي قبلي مشكورا تحدث برضو عن حته المراجع، فانا برضو حبيت احط المراجع بحيث حضراتكم ان شاء الله بعد ما يخلص المحفل العلمي الجميل قوي ده، اللي بقول فرصه طيبه قوي للاستاذ وللمتلقي، ان هو ما شاء الله لا قوه الا بالله حضراتكم اذا حبيتوا تتيحوا العروض التقديميه بشكل سريع جدا. 30 دقيقه يمكن فات منها قد ايه، هتكلم على نبذه مختصره قوي قوي. ايه الذكاء الاصطناعي اللي ظهر قريب قوي ده؟ هو كان في 70 سنه، من سنه 1956، يعني من منتصف من خمسينيات او منتصف القرن الماضي. الفتره الذهبيه الاولى بتاعته كانت من خمسينيات القرن العشرين لمنتصف السبعينيات، قريب قوي. الفتره الذهبيه الثانيه كانت من منتصف الثمانينيات لغايه التسعينيات، حاجه بسيطه قوي. الفتره الثالثه، الفترة الثالثة اللي هي 4 مراحل، الفترة الثالثة اللي هي حاليا احنا بنعاصرها منذ بداية الألفية ولغاية دلوقتي. الذكاء الاصطناعي، طيب عشان ده انا موضوع لكم، احنا بتوع تصميم بقى فانا موضوع لكم هختصر قوي عشان 30 دقيقة بيجروا بسرعة قوي. الذكاء الاصطناعي هو بيستند على مجموعة من التقنيات زي البيانات الكبيره، البيج داتا، هو عمال يلم 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 معلومات. فناخد بالنا الجزء النظري اللي بقول بقى، بشكركم دكتوره رحاب ان انا كمان رحت قرات في الجزئيه دي بشكل قوي قوي، ما بقتش بقى عمليه التطبيق، لا ازاي اصلا ده بيشتغل. فحته البيانات الكبيره او البيج داتا احنا اتكلمنا عنها، الخوارزميات، ان بيبقى في عندي قوانين، في نظام نسق معين وانا بدخل المعلومات معلومات معلومات، هو ازاي بيبدا يبرمجها، الاتمته اللي احنا عمالين نتكلم عليها علشان يبدا يطلع لي الاوردرز دي، يطلعها لي ديزاينز. التعلم الالي، ان هو في تعلم هو نفسه عنده تعلم داخلي جواه، النظام نفسه بتاع الاي اي او الذكاء الاصطناعي هو نفسه عنده تعلم ذاتي او تعلم آلي. معالجة اللغة الطبيعية، ان هو بياخد مني لغة البشر، احنا بنتكلم كلام، احنا بنتكلم على التصميم، بيحول لي ده لصور، بيحوله لي لرسومات. الله اكبر الله اعظم، عفوا. فهو برضو عنده حتة معالجة اللغة الطبيعية. الأجهزة المادية، هيبقى فيه بعد كده تعلم عميق في حاجات في التعلم، الذكاء الاصطناعي والتعلم والتطبيق بتاعه والبروسيس كله اللي شغال جوه، في بعد كده حاجات هتبقى عميقة قوي ومستويات لم نصل اليها لغايه دلوقتي في التطبيق مستقبليه. التعلم العميق بتاعه شبكه عصبيه، وهو هيبقى صاحب قرار ويفكر، وفي المستقبل هيبقى صاحب مشاعر. يعني لقينا الموضوع الحقيقي كبير قوي. والرؤيه الحاسوبيه، طبعا نظام حاسوبي. انواع الذكاء الاصطناعي بشكل سريع، انا حبيت اجمل حتى ابنائنا لو كان في حد من الحاضرين من المصممين او من الفنانين يعرفوا، لان احنا الحقيقه شغالين دلوقتي يا دكتوره رحاب على عمليه التطبيق، بنعرف ايه البرامج وازاي بنشتغل عليها البرامج دي وبنطبق. لا لازم يكون في عندنا معرفة كويسة قوي برضو بان النظام ده اساسا الناس اللي برمجته واللي عملته ازاي. انواع الذكاء الاصطناعي، طبعا لما يتمتع به الذكاء الاصطناعي من قدرات، وطبعا للوظائف التي يؤديها الذكاء الاصطناعي، وهنا بشكل سريع برضو عشان ارجع تاني احاول اركز في جزئية التصميم. طبعا لما يتمتع به الذكاء الاصطناعي من قدرات، حاجات محدودة وبسيطة قوي، الأكثر شيوعا التطبيقات بتاعتنا اللي موجودة على الموبايلز، السيارات ذاتية اللي هي ذاتية القيادة دي بتبقى حاجات نارو أو محدودة. الذكاء الاصطناعي العام أو الجنرال، اللي هو الآلة هتبدأ يبقى فيه تفكير مشابه لتفكير الإنسان، شبكة عصبية اصطناعية، ودي حاجات يمكن لسه ما بدأتش يبقى ليها تطبيقات وان احنا نبدا نستخدمها. السوبر بقى او الفائق، يتميز بالقدره على التعلم واصدار احكام وتواصل تلقائي، وما زال افتراضيا، وده يمكن بعض المتخصصين في الذكاء الاصطناعي احنا بنتعلم منهم، احنا بناخد، هم اساسا ناس بتاعت برمجه، احنا بناخد وبنطبق في تخصصاتنا. في منهم ناس على فكره
طبعا ما شاء الله المؤتمر كله في الذكاء الاصطناعي ضد او قلقانين قوي من المرحله دي. طبعا بقى ثانيا طبعا للوظائف التي يؤديها الذكاء الاصطناعي، آلات تفاعليه، ذاكره محدوده، خلينا نظريه العقل، لم تظهر تطبيقات الآن، هيبقى فيه مشاعر عند الآلات الاصطناعية، والإدراك الذاتي يصبو إليها الذكاء الاصطناعي مشاعر ذاتية بشكل كبير. طيب أنماط الذكاء الاصطناعي، في الأنماط دي بقى إحنا هناخد منها ما يفيدنا كمصممين، إحنا بتوع تصميم وبعد التصميم إنتاج، لأن أنا بقول الديزاين ده السكتش والحاجات الجميلة اللي إحنا بنشوفها دي مش هي الإند برودكت أو المنتج النهائي اللي إحنا بننتجه في الآخر. في نمط إضفاء الطابع الشخصي، يعني إن هو بيحط بصمة للمصمم، ده باختصار كده عشان الوقت برضو، إن هو بيحط بصمة للمصمم، يعني التصميمات كتيرة قوي كتير جدا جدا حوالينا، إزاي أقدر أطلع منتج من الآخر زي ما بنقول كده اللغة بتاعتنا بينافس، يبقى لازم ان يكون في حته اضفاء طابع ذاتي او طابع شخصي. طيب برضو نمط الانظمه الذاتيه، تقليل الحاجه الى العمل اليدوي بقدر الامكان، ان هو بيختصر لي عمليه التفكير، عمليه وضع الافكار، عمليه ان انا هستخدم العمل اليدوي بتاعي بطريقة عاملة ازاي، فبرضه بقدر الامكان بيدرك البيئة بشكل ذاتي، التنبؤ بالسلوك المستقبلي، دي كلها حاجات بيحاول يقلل فيها العمل اليدوي. التحليلات التنبؤية، انا لما بعمل تصميم قد ايه هيبقى فيه اقبال، حاجة المجتمع او المستهلك ايه، ازاي اطلع منتج ويكون متميز، المنتجات اللي موجودة دي ايه اللي ناقص الناس وإيه اللي ناقص الناس، ده أقدر أطلعه إزاي بحيث يلقى قبول من الناس أو المستهلك أو العميل بتاعي، الاختيار الأنسب، حل المشكلات، كلها حاجات الحقيقة مهمة جدا. نمط المحادثة، الآلات يمكنها التواصل والتوصل للمستهلك والتواصل مع المستهلك، لما بيكون في عندنا برضو التطبيقات بتاعت الماركتينج والكلام ده كله، بيعرف انت عايز ايه ويتواصل معاك، واوصل لك ازاي ورد فعلك ايه، فالكلام ده كله في عملية التصميم، هو التصميم والانتاج مع بعض. تحديد القيمة النمطية او غير النمطية، يعني ايه قيمة نمطية وغير نمطية، يعني مطابقة الانماط، ادراك الانماط من البيانات من عدمها، يعني الحاجة دي زي اللي موجود او مختلف عن اللي موجود، ومختلف في ايه، ما يناسب البيانات الحالية وما لا يناسبها. طيب الآلات قدرة على اتخاذ الكثير من البيانات وتحليلها والعثور على قيم نمطية واسرع دقة من البشر، تعرف ايه النمط اللي موجود وايه النمط اللي هيكون متميز. نمط الادراك زي ما بنقول لحضراتكم برضو، اللي هيبقى فيه عملية ادراك، تعرف على الصور، يعرف ابعادها، يحللها، فابدا اعرف ايه اللي موجود، وابدا يبقى في جانب معلومات وبيانات تفيد المصمم ان هو يحط افكار جديده. نمط الانظمه التي تتبع الهدف، بارعه في تعلم القواعد، الذكاء الاصطناعي، التعلم من خلال التجربه والخطا برضو. تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلاص مش هنتكلم فيها بقى، هنعمل كونسنتريشن اكتر على او فوكسنج على حته الديزاين، رعايه صحيه، مجال السياحه. طيب احنا هنتكلم على التصميم بقى، تطبيق الذكاء الاصطناعي في التصميم. انا عندي التصميم حاجتين، يا اما تصميم انتاجي او كمي، ويبقى في الحاله دي انا بدور على عمليه التصميم كسكتش ومنتج نهائي، وتصميم ابداعي او فردي، مجرد سكتشات، وبعد كده هتروح لمراحل تانيه ممكن يكون غير الذكاء الاصطناعي بقى، انت عملت السكتش وتبدا تتنفذ. الذكاء الاصطناعي في التصميم، في التصميم الصناعي، الذكاء الاصطناعي في التصميم الصناعي هو اللي داخل بقى حته التعامل مع العميل ومسح السوق والكلام ده كله، انما التصميم الابداعي اللي هو مجرد السكتش والفكره الابداعيه، انما عمليه البرودكت بعد كده بقى بيجي على المصمم وفريق العمل اللي معاه. مراحل عملية التصميم أنا دي يمكن اللي هختصرها شوية، لأنه هنا بيتكلم على عملية التصميم as general كاملة، من عملية الفكرة، بداية من وضع الفكرة لاحتياجات السوق، للتعامل مع المستهلك، لوضع الفكرة بتاعة التصميم، للإنتاج والتعامل ما بعد البيع كمان، زي ما بنقول ما خدمات ما بعد البيع، خدمات الإيه، التعامل والذكاء الاصطناعي ما بعد عملية البيع فعلا، وتسويق المنتج وتطوير المنتج.
فده جزئية التصميم الصناعي فيها مجال أوسع الحقيقة من حتة الإبداع اللي أنا عرضتها بتاعت الحالة اللي معانا النهاردة المصمم رامي عبد الحميد. لا ده اللي هو النوع الثاني اللي هو الإبداع، الفكرة، عملية إني أطلع فكرة جديدة تماما، الابتكار بتاع الذكاء الاصطناعي. طيب هنا تحديد الهدف، البحث، بحط الهدف معين بعدين أبحث إيه اللي موجود إيه اللي مش موجود، الكلام ده كله متطلبات التصميم. احط يبدا يبان اكتر معايا الحاجه بتاعت الهدف بتاعي. طب خاماتي ايه؟ احنا كمصممين ايه الخامات بتاعتي؟ الخامات الاساسيه، الخامات السنويه لما اجي اطلع البرودكت بتاعي ده. عمليه التخطيط، وضع المراحل، التصميم بشكل نهائي، وضع عفوا الاول هيبقى فيه مجموعه افكار اوليه لافكار، ثم تفصيل للتصميم. بيتكلم عنه كمان هنا، بيتكلم عندنا كمان على حتة التست، الاختبار، لدرجة ممكن كمان يعمل نماذج فيرتشوال افتراضية، عملية الاختبار والتقييم، تقييم المنتج تجاريا، تقييم السعر وأداء الوظيفة، بقول لحضراتكم بعد عملية الإنتاج كمان. كل ده AI في التصميم الصناعي منذ بداية الفكرة وما قبل الفكرة كمان إلى عملية أداء الوظيفة ورد فعل المستهلك والكلام ده كله. دي كلها بروسيس أو عمليات داخل فيها الذكاء الاصطناعي. طيب المراحل بقى كتيرة قوي قوي بالتفصيل، إن شاء الله بنستأذن حضرتك بروفيسور رحاب إن إحنا إن شاء الله ممكن كل نمط من الأنماط السابقة داخل بالتفصيل بتاعه في كل مرحلة، والنمط ازاي بيبقى موجود، المرحلة والأنماط بتاعة الذكاء الاصطناعي، المرحلة والأنماط بتاعة الذكاء الاصطناعي. تقريبا هم ما شاء الله لا قوة إلا بالله 7 مراحل. يعني احنا لو خدنا مثلا نموذج منهم، نموذج واحد، مرحلة زي مرحلة التخطيط، المرحلة الرابعة في المنتصف كده، هم 7 مراحل. المرحلة الرابعة التخطيط، المرحلة دي الهدف منها بنقدم مخطط موجز لما يجب أن يكون عليه المنتج بمختصر. طب الأنماط بتاعة الذكاء الاصطناعي اللي هيوظفها الذكاء الاصطناعي علشان يقف جنب المصمم الصناعي في إن هو يعمل حاجة زي كده، هتبقى مجموعة الأنماط دي إيه؟ في نمط الأنظمة التي تتبع الهدف، إحنا استعرضنا مجموعة الأنماط، ده التايتل بتاع النمط، ده عنوانه او اسمه، ده نمط يتبع الذكاء الاصطناعي نفسه، هيحقق لي انا ايه عندي في المصمم كمصمم في التصميم، التاكد من ان المخطط المقترح يحقق الهدف المنشود. فعلا انت بتعمل تصميم، التصميم ده هيحقق الوظيفه دي. طيب في نمط تاني اسمه الادراك، لسه انا اتكلمت عنهم بشكل مختصر جدا. طيب الادراك بقى هيعمل لي ايه؟ النمط ده في المرحله دي توفير كل المعلومات اللازمه لانشاء مخطط موجز عن المنتجات وكيفيه اداء الوظيفة، وهكذا. كل مرحلة مع مجموعة الأنماط بتاعة الذكاء الاصطناعي حتى إلى أن نصل إلى المرحلة النهائية اللي هي التقييم. شوف إزاي بنتكلم، إزاي بقول المرحلة التقييم هيعمل إيه؟ المرحلة بتاعتي بتعني بتقييم المنتج تجاريا، تقييم السعر، التحقق من أداء الوظيفة وإنه حقق الهدف. طب الأنماط بتاعة الذكاء الاصطناعي اضفاء الطابع الشخصي اللي انا قلتها في الاول خالص، لكن هتبقى ازاي في المرحله دي؟ ها في مرحله التقييم في الاخير هتبقى الانطباع الذي يكونه المستخدم عن المنتج، اضفاء طابع شخصي، لان انا لما اعرف ايه الانطباع بتاع المستخدم هقدر انا كمصمم برضو احط البصمه بتاعتي. المحادثه اللي هو عمليه الشات حتى او الكونفرسيشن اللي بتحصل بين دردشه للتفاعل مع المستخدم والمستهلك، التعرف على الاراء، دي كلها انماط بشكل سريع جدا. الابداع بقى، ودي مجموعه الصور التشويقيه اللي انا عرضتها في الاول، اللي هي التصميم الابداعي الفردي اللي انا بنطلق بالابداع لابعد ما يكون من خلال التصميم اللي بالذكاء الاصطناعي. وخلينا اتكلم على خبرتي في حاجه زي كده كاستاذه بقى. الحقيقه بنتعب جدا مع اولادنا في ان انا اقعد اقول له بص الانسبيريشن، بص مصدر الاستلهام بتاعك، اطلق تفكيرك وعنانك، عنان يطلق العنان، اطلق العنان في التفكير والافكار الاوت اوف ذا بوكس زي ما بنقولها برضو مع اولادنا، اللي هي غير نمطيه وغير تقليديه. الحقيقه الذكاء الاصطناعي بيساعد جدا الطلاب على حاجه زي كده، الطالب والاستاذ المصمم بوجه عام. ولكن خليني اقول حاجه، هل هو هيحل محل المصمم؟ لا، لن يحل محل المصمم، هو آلة أو أداة قوية جدا
في ايد المصمم. اذا كان حد من ابنائنا بيسمعنا من المصممين في اي انتريور ديزاين، جولري ديزاين، فاشن ديزاين، اي، ما يقلقوش ابدا. الدخول الاي اي علينا هيبقى اداه قويه قوي، بس ذاكره كويس. ذاكر كويس انك لازم تبقى مصمم مثقف، مصمم فاهم التولز والادوات بتاعتك كويس قوي. انت لما تكون في اي تخصص معين لازم تفهم خاماتك، لازم تفهم ال 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 جميع، مش عايزه اقول اسرار، ولكن جميع المجالات اللي مرتبطه المتخصصه والمرتبطه بالتخصص بتاعك، عشان تعرف تدخل مدخلات صح. المدخلات دي وهي بتمشي البروسيس بتاعتها بقى، انا بدي امر ومع او خلينا نقول تعليم، تعليمات، تعليم، تعليمة، التعليمات دي كلها بتمشي بخرايط، بخوارزميات. فلازم يكون عندك المرونة، لازم يكون عندك الثقافة، لازم تكون مذاكر كويس قوي. مش اي حد يقدر يدخل على الذكاء الاصطناعي مهما اتعلم البرامج وهو غير متخصص في التخصص بتاعه. انت مثلا في الفاشن ديزاين او اي تخصص تاني، اي تخصص، لازم تكون متمكن كويس قوي بحيث انك انت تعرف تمشي العملية. فهو أداة في ايدك، تحديد الهدف، وضع الفكرة، ده الافكار بتاعتنا اساسا احنا بنمشيها ازاي من غير الاي اي، مراحل التصميم الابداعي الفردي، الاستلهام، انك انت بتتقصى، انك انت بتبحث، ان انت بتبدأ ترتب عناصر التصميم واسس التصميم، وبعدين تبدأ تشوف عملية التنفيذ بعد كده. هيبقى في تكامل بين الابداع البشري وبين الابداع الاصطناعي بتاع الاي اي. هو هيساعدك، بيوفر وقت، بيوفر جهد، بيعمل لك افكار جديده غير نمطيه، لكن مهم جدا ان الافكار دي تبقى تطبيقيه وليست خياليه. بشكل سريع قوي، لقيت بعض المعلومات لما الحقيقه من المراجع اللي انا اطلعت عليها، بيقول لك حقيقه دراسات مفادها ان بحلول سنه 2037، ده قريب قوي، مش بعيد عننا دلوقتي، احنا 2024، سيتم استبدال 47% من مهام البشر بالآلات، إنما المبدع ليس منهم. نسبة استبدالهم بالروبوتات هتبقى 8.8. طبعا دي مراجع، دي طبعا حاجة عايزة بقى إيه، عايزة ذكاء اصطناعي ودراسات بحثية ودراسات، عفوا، مسحية علشان يبقى حاجة زي كده، وبرضه ذكاء اصطناعي. فدي معلومة كما وجدتها في المراجع. الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي توفير وقت وجهد وفتح أبواب للإبداع والابتكار، وده الحالة اللي احنا بنقدمها النهاردة. ابننا ما شاء الله، ابننا ما شاء الله رامي عبد الحميد، مش هقول ابني وتلميذي، ويمكن اخويا الصغير كمان، ما شاء الله لا قوه الا بالله، عنده طلاقه كبيره جدا. هو مثلا دارس فاشن ديزاين، وهو اساسا بتاع فاشن، ما هواش بتاع اكسسوارز، لا هو مكملات، لا هو حقائب، ولا هو مصمم فوت وير، احذيه، ولكن من خلال المدخلات اللي هو قدر يحققها في الفاشن ديزاين يبدا مع الذكاء الاصطناعي. طب اعمل لي بقى المجموعه، الكوليكشن ده ما يناسبه في الحقائب، ممكن يدخل سكتشات مبدئيه او مجرد بيستخدم بس مجرد عبارات. وانا استعرضت بشكل سريع جدا مجموعه، هو ابننا ما شاء الله رامي عبد الحميد معانا، بستاذ الحقيقه الدكتوره رحاب، يمكن هو اللي يحب يستفسر منه عن الشغل بتاعه، احب ان هو رامي اللي يتكلم عن الشغل بتاعه. دي مجموعه مثلا كريستالات، الاقتباس بتاعه هنا بيتكلم، الكوليكشن بتاعه، الانسبيريشن بتاعه الكريستال، قد ايه رامي عمله بشكل رائع. طبعا طبعا انا لما بحط الانسبيريشن بتاعي والكريستال، ازاي الكريستالات دي بدأت الذكاء الاصطناعي يوفر عليه وقت كبير قوي، ان انت مثلا هو متمكن من الخامه، هو بيستخدم مثلا الفير او الفرو والكريستال دي، الحاجات الجميله بتاعته، والخامات الترانسبيرنت دي كلها، الشفافيات، الشيفون، الاورجانزا، ازاي يبدا هو دارس كويس قوي وعنده حس فني عالي قوي لحته عناصر التصميم، اسس التصميم، الالوان تبقى حلوه مع بعض ازاي، ازاي يحقق كونتراست، ازاي يحقق هارموني، كل ده هو عارفه كويس قوي ومتمكن منه. يبدأ بقى ان هو يطبق، يبدأ يشوف الرؤية بتاعته. طبعا الذكاء الاصطناعي عمل وقت عمل وفر له وقت اكتر، عمل له افكار اكتر، لكن مين اللي بيدخل المعلومات؟ رامي قال لي ان الكوليكشن بتاع البوم عمل ما يقرب من 3000 تصميم. رامي ما شاء الله، استاذن حضرتك دكتور رحاب، لو هو يرفع اليد يا رامي وتدخل معنا في المايك. فوجئت، قلت له رامي انا عايزه الناس تستفاد، مش رحاب بس تتكلم، لا، وانت ما شاء الله انت ابدعت اكتر من رحاب.
يمكن ما شاء الله احنا بنحاول نعلم الناس ما شاء الله دي في علم وفي فن، وما شاء الله شيء جميل ان واحد من ابنائنا اصغر مني في السن احنا بنتعلم منهم ما شاء الله، فهو كمان يكون له الكلمه ويكلمنا ويحكي لنا عن تجربته الرائعه، ما دام ما شاء الله هو قدم التجربه وخاض التجربه بنفسه احسن من البريزنتر نفسه كمان. فما شاء الله شفتوا قد ايه عمل حاجات جميله قوي. الكولكشن بتاع البوم ده الكريستال عجبني قوي فقلت لازم اعرضه، حاجه حلوه قوي. الكولكشن بتاع البوم بقى حاجه رهيبه. الكوليكشن ده رامي قبل البرزنتيشن قبل المؤتمر على طول قال لي عملت ما يقرب يا دكتور رحاب من 2800 تصميم بالاي اي علشان اخد منهم، بس كان اظن كومبيتيشن في باريس او حاجه زي كده، وياخد منهم ال 40. احنا عندنا كوليكشنز في الفاشن ديزاين في الفاشن بيبقى حوالي 40، لما يعمل 2800 علشان ياخد منهم 40 يبقى اكيد الذكاء الاصطناعي ساعد فنان. عشان كده انا اظهرت لحضراتكم السكتشز اللي كان بيعملها رامي قبل ما يبدا يشتغل في الذكاء الاصطناعي، بس من شهرين اتنين، من عفوا انا اسف سوري من سنتين اتنين، انا اسف من سنتين اتنين. فقد ايه طبعا الشغل جميل جدا رامي. لو رفع اليد وتدخل معانا المايك. الو السلام عليكم رامي. رامي بس دكتورة فتفضل مريم استاذ رامي، حضرتك، تفضل. بستاذن حضرتك دكتوره مريم، استاذن حضرتك رفع نعم اليد تفضل باشمهندس أستاذ رامي رامي. ممكن يفتح المايك الآن لديه طيب صلاحية تفضل. يلا يا رامي بسم الله احكي لنا. استاذن حضراتكم بروفيسور رحاب وبروفيسور دكتوره مريم ان ابننا رامي اتفضل، احكي لنا يا رامي بسرعه عن الحاجات الرائعه اللي انت عاملها دي. بسم الله اتفضل. تفضل حضرتك. الصوت واصل؟ اي ممتاز. واصل تمام تفضل. اهلا بيكم واهلا على القائمين بالبرنامج الجميل ده، وطبعا استاذتي طبعا القيمه والقامه دكتوره رحاب. انا سعيد جدا بمداخلتي وسعيد جدا اني موجود اكون موجود معاكم في المؤتمر الكبير ده في ايجاز. طبعا عشان ما اطولش على حضراتكم، طبعا الذكاء الصناعي عالم كبير جدا جدا جدا، حاجه بحثيه وحاجه علميه بحته، مش مجرد ان هي حاجه بنعمل عليها التصميم او نكتب له مدخلات يطلع لي التصميم او انا مصمم ازياء، لا الموضوع اكبر من كده بكتير جدا جدا. انا حاولت طبعا زي ما دكتورتي واستاذتي دكتوره رحاب كانت بتوصيني دايما الاطلاع على الابحاث والاطلاع على المعلومات الاجنبيه قبل العربيه، وبالفعل انا في اخر سنتين بدات اطلع على الابحاث العلميه والابحاث الاجنبيه. طبعا الاجانب مع احترامي الشديد طبعا متطورين تطور غير طبيعي في مجال تصميم الازياء بالاي اي، تطور غير طبيعي. فطبعا انا اطلعت على الموضوع ده واطلعت على ابحاثهم، لقيت حاجات خياليه، بدات ان انا اطور نفسي واشتغل على نفسي كمصمم. طب انا ليه ما اكونش بنفس جودتهم وليه اطور من نفسي في المجال ده بحيث ان احنا نكون زينا زيهم، بل احنا عندنا الملكه ان احنا نتفوق عليهم لما اجمع ما بين الاسلوب الشرقي والاسلوب الغربي، فبالتالي بيكون التصميم غير طبيعي. فطبعا انا استخدمت الذكاء الصناعي طبعا في الاول، خد مني وقت كبير جدا، خد مني مدخلات كبيره جدا جدا، بدات ان انا ادرس الموضوع بشكل بحت زي ما دكتورتي تفضلت وقالت دكتوره رحاب ان انا بعمل كل كوليكشن حوالي ما يقرب الى 2000 الى 3000 موديل. اخر مجموعه اتعرضت في باريس مجموعه كريستال دي كانت حوالي 2800 موديل عشان انتقي منهم ال 35 قطعه او ال 40 قطعه، لان طبعا الذكاء الصناعي بيطلع لي حاجات احنا بنقول عليه ذكاء صناعي ما هواش ذكاء انساني، فبالتالي في بعض الاحيان بيطلع لي الحاجات تبع قيادته هو وتبع اوامره هو، لكن لا انا عايز اكون انا القائد عليه مش هو القائد عليا، فبالتالي بطلع كل التصميمات دي واختار منها التصميمات اللي انا طلعتها بارادتي انا مش بارادته هو، فبالتالي طبعا باشمهندس رامي بعد اذن حضرتك عايزين نفيد اي مستمع سواء حاضر معانا او ريكوردنج ما شاء الله للجلسه، ان انت بدات تشتغل ازاي، مش بدات ازاي كرامي. انا دلوقتي عايز اعمل ديزاين، انا هبدا الديزاين بتاعي ازاي؟ نموذج بشكل سريع يا رامي، حتى لو النموذج بالضبط. هنعرض النموذج بتاع الملكه اللي انت قلت لي هو انسبيريشن من الملكه رانيا، فانت قلت لي ان ده حاجه انت عملتها مثلا على سبيل المثال اهو الشغل بتاع الملكه رانيا. قول لنا بشكل سريع جدا، انا حابه انت حكيت لي كل حاجه وما شاء الله موجود على اليوتيوب، بس لايف كده قول لنا انت عملت ازاي التصميمات سكتشاتك ودخلت اوامر وحصل ايه، ازاي الذكاء الاصطناعي فرق معاك انت كرامي.
الذكاء الصناعي بالنسبه لشغل المانوال لشغل السكتشنج، طبعا انا بحط الفكره الاول في دماغي، ده اللي لازم ادور على فكره غير تقليديه، ابدا ارسم المانيكان، بعد كده ابدا احط تحضيراتي واحط الالوان بتاعتي، طبعا بعد ما اكون بحثت بشكل كويس جدا على مصادر الاستلهام وباخد ما بنتقي منها الشكل او الحاجات المميزه اللي اقدر اشتغل بيها على السكتش، وابدا ابين الخامه وابين التصميم من خلال الظل والنور كسكتشنج. دي مرحله التصميم المانوال. طب انا بقى عايز ادخلها بقى على الذكاء الصناعي، نفس الشيء ببدا انا ارسم سكتشات واكتب افكاري على الورق واحاول ارسم السكتشنج ده بالذكاء الصناعي من خلال الكلمات، ان انا بوصف له كلمات محدده جدا 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 وكلام واضحه بحيث ان يطلع لي الحاجه زي ما انا عايز بالظبط، لان هنا في الذكاء الصناعي انا بدل ما بستخدم القلم والورقه انا بستخدم الكيبورد وبستخدم الشاشه بتاعتي او الموقع اللي انا شغال عليه مكان الورقه، فلازم اكون محدد تحديد قوي جدا والكلام يكون بتاعي واضح وصريح مش اي كلام يتقال. فطبعا انا بكتب الكلام ده على ورق خارجي ومسودات اكتر من مره واكتر من كلمه بحيث ان انا انتقي الكلام اللي اقدر ادخله للذكاء الصناعي يفهمه بسهوله ويقدر يديني اللي انا عايزه ومش اللي هو عايزه. فالموضوع بياخد وقت طويل جدا جدا وبياخد تجارب كتيره جدا لحد ما يطلع لي الموضوع زي ما انا شغال مانوال يطلعه لي بالذكاء الصناعي. ومؤخرا طبعا السكتش او التصميم اللي رسمه لي الذكاء الصناعي بشكل واقعي ده حاولت ان انا استخدمه كفيديو، ان هو احول التصميم ده يبان من الجنب ويبان من الخلف، دي اللي انا شغال عليه دلوقتي ان انا بحرك التصميم، يعني في تصميمات انا عاملها بتتحرك وبتمشي على الستيج وبتبان العارضه من الخلف ومن الجنب كأن التصميم ثلاثي الأبعاد 3D. لو زبونة أو عميلة أو كلاينت هتلبس التصميم ده هتلبسه هيبقى شكله عامل إزاي؟ هيبقى عليه عامل إزاي؟ الطبيعة الفيزيائية للقماش والخامة نفسها هتتحرك إزاي؟ فأنا استخدمت ده بشكل واضح جدا وبشكل محدد جدا جدا في استخدامي للذكاء الصناعي، لأن الموضوع بياخد وقت كبير كبير جدا جدا من دراسة من تفكير من أفكار، أصعب يعني هقول لحضرتك يكاد يكون أصعب مئات المرات من استخدام السكتشنج المانوال. ولكن أحب أنوه لحاجة، مفيش أي مصمم أزياء بفضل ربنا طبعا هيوصل لمرحلة متمكنة في مجال الذكاء الصناعي إلا لازم يمر أولا على مرحلة السكتشنج المانوال ويبدأ يرسم مانوال، ولازم يجرب ايده يدوي سواء تشكيل على المانيكان سواء رسم الباترون سواء استخدام الظل والنور على السكتش واستخدام الالوان وطبيعه الخامه بالالوان، لازم هي دي الاساسيات. ما ينفعش ان انا ابدا من فوق لتحت، احنا ما بنناش الهرم من الاعلى للاسفل، احنا بدانا الهرم من الاسفل للاعلى. فانا الاساس بتاعي رسم السكتش المانوال، بس الاساس بتاعي ان انا ابرز الخامه والظل والنور مانوال، وبعد المرحله دي ما اكون متمكن منها كويس جدا جدا ابدا اتنقل على المرحله الاعلى مرحله التصميم الازياء بالاي اي. فبالتالي انا لما اكون متمكن مانوال ايه اللي هيحصل؟ لما ادخل شغلي وادخل افكار اللي انا رسمتها بالقلم هدخلها من خلال الكيبورد، تمام؟ ان انا بدخله المدخلات اللي انا عملتها في الورقه لكن بدخلها له كتابه، فبالتالي التصميم هيطلع اقوى من التصميم اللي انا عامله على الورقه. فعشان كده انا حبيت انوه للجزئيه دي يا دكتوره ان تصميم الازياء مانوال هو الاساس، هو ده اللي هيخليني احترف الذكاء زي المتعارف عليه دلوقتي التصميم كله بيبقى على الذكاء الصناعي بيستسهلوه. لا الموضوع مش كده خالص، الموضوع مانوال ثم احترافه ثم الاي اي اخر مرحله او قمه الهرم. بشكرك اتفضل جدا يا باشمهندس رامي، وانا كمان بختم البرزنتيشن بتاعتي دكتوره رحاب، بشكركم جدا على اتاحه الفرصه الرائعه دي. لكن خلينا اقول ان فعلا احنا حتى بنتعب مع اولادنا، ان ما شاء الله لا قوه الا بالله. لما يكون انا عندي سكتش يعني ديزاين بهذا الشكل واجي اعرف اولادنا ازاي تعمل حاجه 3 دي، ده بيبقى صعب جدا على اولادنا. ان انا دلوقتي مثلا ما بكلم مصمم ناشئ ازاي تعمل حاجه 3 دي، ازاي يلف حوالين الجسم، ازاي حاجات كتير قوي بنقعد بيبقى عايزين اولادنا يطلعوا فيها لمستوى ابتكاري اعلى، بيبقوا الحقيقه مش عارفين يجيبوها قوي. فانت تمكن واملك في ايدك الادوات بتاعه التخصص بتاعتك كويس قوي، وبعدين الذكاء الاصطناعي بعد كده هيساعدك اكتر في ان هو يحقق اشياء او يجيب لك افكار، هو نفسه يبقى مداخل ليك في انه يعلمك حاجات اكتر. لكن زي رامي ما بيقول لازم تبقى عارف الخامه، خصائص الخامه، ما ينفعش مثلا خامه شفافه، خامه طريه، خامه رخوه، خامه ثقيله تحطها في غير مكانها. فانت لازم تبقى فاهم اقمشه كويس قوي، فاهم باترون كويس قوي، فاهم كل حاجه في تخصصك، وبعدين تاخد التخصص ده. شوف ما شاء الله باشمهندس رامي بيقول ساعات كتيره قوي علشان ابدا اطلع التصميمات الناجحه. بعد كده بقى الذكاء، انت شاطر وهو بدا يطلع لك حاجات حلوه، هيطلع لك بقى أفكار كتيرة لا حصر لها. بشكرك مرة تانية دكتورة رحاب،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا لحضرتك بروف رحاب على هذا العرض المتميز جدا، شكرا. وبشكر حضرتك على ان احنا عرفنا باشمهندس رامي. ما ربنا شاء الله. يوفقك شغل في غاية الجمال، واكيد حضرتك مدام حضرتك اللي علمتيه يبقى ما شاء الله، يعني ربنا يوفقكم لا، ودايما الذكاء الاصطناعي هو سبقنا الحقيقة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو زي ما باشمهندس رامي قال لازم يبقى عندنا الاساسيات، فالاساسيات لو صح هنعمل بالذكاء الاصطناعي الشغل بتاعنا هيخرج صح. بشكر حضرتك على معلومة مهمة جدا دايما بيسألونا عنها في المحافل والمؤتمرات المختلفة حول الذكاء الاصطناعي، هل سيحل محل الإنسان؟ وحضرتك أكدت لنا إن لا، حتى في التخصص الخاص بحضرتك، فحضرتك الإحصائية اللي موجودة دي بتعبر ان مش تخصص واحد بس، في كل التخصصات اهم حاجه يبقى احنا عندنا المهاره لاستخدام الاداه والاستفاده منها كويس جدا في كل في تخصصه. شكرا لحضرتك بروف شكرا رحاب، قوي. وسعيده جدا بمشاركه حضرتك معانا. ننتقل من جماليات التصميم الفني الى استخدام شبكات النانو اللاسلكية لأغراض طبية في جسم الإنسان مع الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زايد، حصل على درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة عام 94، حصل على درجة الماجستير من جامعة إندهوفن التقنية بهولندا عام 97، حصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من جامعة توهوكو اليابان في عام 2006، هو أستاذ تقنية الإلكترونيات في جامعة بني سويف بمصر منذ عام 2008، انضم إلى كلية علوم الحاسب والهندسة في جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية في عام 2012، أصبح رئيس قسم الشبكات وأنظمة الاتصالات في عام 2020، انضم إلى جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة كرئيس لقسم الحاسب الآلي، هو مؤلف لعدة أبحاث منشورة في أكثر المجلات والمؤتمرات شهرة، هو مؤلف كتاب بعنوان شبكات الألياف البصرية منظور استعادة مع الاستعادة النشطة، كما إنه محرر لكتاب بعنوان شبكات الاستشعار اللاسلكية المتعددة الوسائط الهياكل والبروتوكولات والتطبيقات، منشور بواسطة الـ CRC Press USA، هو عضو في هيئات تحرير المجلة الدولية لشبكات الاستشعار والمجلات الدولية لشبكات الاتصال وأمن المعلومات، عضو كبير في الـ IEEE، كما أنه رئيس لجنة تطوير العضوية في الـ IEEE في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية للمنطقة الثامنة. بسم الله ما شاء الله بروف محمد، يعني سيرة ذاتية عطرة مليئة في الإنجازات والمهام. وفقكم الله، وننتقل صلاحية الصوت مع حضرتك لإلقاء المحاضرة الخاصة بسيادتكم. تفضل حضرتك. شكرا جدا بروف رحاب على التقديم الرائع ده. شكرا. هقعد بقى عندكم طبعا، انتم اكثر علما واكثر تواضعا. العفو 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 بروف، تفضل حضرتك. ترى البرزنتيشن ظهر؟ ظهر تمام. والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو موضوع عن استخدام شبكات نانو اللاسلكية لأغراض طبية في جسم الإنسان. طبعا يمكن الموضوع بيعتمد على تكنولوجيات كتير قوي، فأنا هحاول أبسط الموضوع بقدر الإمكان. يعني هبدأ فروم سكراتش، بحيث إن حتى الناس اللي مش عارفة أو مش متخصصة في المجال ممكن يستفيد معايا. أول حاجة أنا عايز أعرف إيه الفرق ما بين وجود شبكة أو عدم وجود شبكة. في حالة وجود الشبكة، الأجهزة بتبقى مرتبطة مع بعض. الهدف من الارتباط ده
انه يحصل يعني تبادل للمعلومات او مشاركه للمعلومات ما بين الاجهزه بعضها وبعض. المشاركه هنا ممكن تكون بصوره وايرد، يعني بصوره سلكيه، يعني يبقى في اسلاك زي ما هو ظاهر عندي هنا بتربط بين الجهاز الوسيط ده او السويتش ده وبقيه الاجهزه، او بصوره لاسلكيه في حاله ان هو لما يكون واي فاي راوتر او اكسس بوينت. يبقى الهدف من وجود النتورك هنا هو ان يبقى في تبادل للمعلومات. طيب احنا موضوعنا النهارده بنتكلم عن الوايرلس سنسور نتورك، يبقى احنا بنتكلم على نتورك. النتورك دي مجموعه من بتربط مجموعه من السنسورز وليس مجموعه من الكمبيوترز بطريقه وايرلس. طيب ايه الاهداف او الاسباب اللي تخليني اربط مجموعه من السنسورز بطريقه وايرلس؟ ايه التطبيقات اللي ممكن نستخدمها فيها؟ من التطبيقات الكتير المشهور فيها الموضوع ده، الناس في بره بيحصل حرائق في الغابات، الحرائق دي بتكلف يعني ثروة كبيرة جدا، بتضيع هدر. المشكلة في الغابات دي ايه؟ المشكلة في الغابات دي ان الغابات دي وعرة جدا لدرجة ان محدش يقدر ينزل يتمشى فيها، يعني ما يبقاش حارس قاعد فيها فيبقى على دراية بوجود حريقة او لا. دي النقطة الأولى. الحاجة الثانية إن الغابات دي مساحتها كبيرة جدا، فعلشان يبقى عندنا حد قاعد، أنا مش هجيب واحد بقى هو اللي هقعده، لا ده أنا هجيب مئات الناس وأخليهم متوزعين في الغابات دي علشان يتابعوا حالة الغابة هل في حريق أو لا. ابتدى مع استخدام السنسور نتورس انه يبقى فيه امكانيه ان احنا ناخد السنسورز دي ونرميها عن طريق طياره هليكوبتر في جميع انحاء الغابه دي. السنسورز دي مجرد ما بتحس بارتفاع في درجات الحراره في اي منطقه بتبدا تبعت اشارات لاسلكيه الى جهاز رئيسي. الجهاز الرئيسي ده المفروض خارج الغابه فيتم الابلاغ عن وجود حريق بسرعه. الكلام ده لما يتم بسرعه اسرع، يعني لما اعرف معلومه ان في حريقه اقدر ابعت طيارات بسرعه وبالتالي تطفي الحريقه في اولها. انما لما يتاخر عمليه الفاير ديتكشن دي او ان انا اعرف ان في حريقه او لا، لما يتاخر الموضوع ده كل دقيقة هتفرق معايا في إن المساحة اللي هتتحرق هتبقى أكبر. طيب السؤال هنا، المجموعة دي هتتوصل إزاي أو هتوصل الرسالة بتاعتها إزاي؟ أنا ممكن مثلا يبقى عندي ده الجهاز اللي خارج الغابة هنا وعندي السنسورز هي دي. ممكن أخلي الجهاز ده أول ما يحس بارتفاع الحرارة يروح باعت للجهاز ده على طول. بس هنا في مشكلة كبيرة أوي. إيه المشكلة الكبيرة؟ المشكلة الكبيرة إن الجهاز ده بعيد عن الجهاز الرئيسي اللي هو الجيت واي. معنى بعيد هنا يعني إيه؟ معناه إنه لازم يبعت الرسالة دي بباور كبيرة علشان توصل للجهاز ده. ومعناه برضو إن لما يرسلها بباور كبيرة إن السنسور اللي شغال على بطارية صغيرة بدل ما كان هيقعد مثلا 4 سنين، ده كده ممكن يقعد سنة واحدة نتيجة إن البطارية هتخلص بسرعة جدا. يبقى كل سنسر من دول كل ما بعدت مسافته هيبقى أصعب عليه إنه يتواصل مع الجيت واي. طيب السنسر نتورك بقى قالت إيه؟ قالوا لا، إحنا يعني الموديل بتاعنا إن النود اللي تعرف المعلومة توصل للي جنبها، توصل للي جنبها، توصل للي جنبها لغاية ما توصل إلى الجيت واي. وبالتالي ممكن ابقى عامل كلاسترز مثلا ان المجموعه دي تبلغ الريس ده لو حصل فيه اي حريقه، المجموعه دي تبلغ للرئيس بتاعهم اللي هو ده لو في حاجه، وهكذا. فيبقى عندي زي كلاستر هيدز هنا في بتاع ده في النتورك، لو حصل اي حريق واحد من دول هيبلغ الباقي، وبالتالي توصل الرساله للجيت واي اللي عن طريق الانترنت يقدر يبلغ الدنيا كلها. وبالتالي ده يساعد ان انا اعرف المعلومه دي بدري، وده يساعد ان انا اقدر اطفي الحريقه دي بدري.
الكلام ده لما بنتكلم على السنسور نتورك العاديه، ان موضوعنا النهارده احنا بنتكلم على نانو سنسور نتورك. نانو يعني ايه؟ يعني انا بتكلم على سنسور نتورك السايز بتاعها صغير جدا. فبالتالي علشان السنسور نتورك دي صغيره قوي لانها هتدخل في جسم الانسان، ما اقدرش ان يبقى فيه كوميونيكيشن رينج كبير، وما يقدرش يبقى فيه انتنه، علشان ما بقول دي هتتحقن داخل جسم. فلو جينا هنا النقطه دي وشفنا الرسمه اللي قدامنا، هلاقي ايه؟ هلاقي هنا تحت خالص السنسورز اهي بتجمع المعلومات وتبعتها الى الجهاز الرئيسي اللي هنا. الجهاز لما هنا انا بتكلم عن النانو سنسور نتورك بقى، يعني دي هتبقى في جسم الانسان السنسورز دي. والاجهزه الرئيسيه دي مثلا، ده مثلا واحد عند الركبه، ده واحد عند الدراع، ده واحد عند الدراع التاني، يعني بحيث ان لما السنسور ده يعدي جنب الجهاز الرئيسي المجمع اللي هنا يبعت له المعلومه دي. ده ممكن يبقى حاجه اكبر برضو، مجمع بس على سكيل اكبر شويه، يعني ده ممكن يبقى في يعني في الشولدر بتاع الانسان مثلا او كده، وده ممكن يبقى جهاز خارجي. يبقى الهدف من هنا تجميع البيانات من السنسورز اللي بتلف في جسم الانسان دي ايه؟ بصوره دوريه. السنسور نتورك هنا ايه مميزاته او ايه الحاجات اللي هنشوفها؟ تعالوا نشوف طيب التركيبه بتاعتها هنا. ده مقارنه كده بصوره ما بين حجم السنسور نتورك العاديه، طبعا فيها انتنه واريال وحاجات وبروسيسور وكده، والجنب اليمين هنا ده النانو سنسور نتورك، دي عامله زي الكبسوله، كأن انا باخد كبسوله دواء، بس الكبسوله دي موجود داخلها الشريحه اللي انا بتكلم عليها، والشريحه الكبسوله دي هتفضل تلف في جسم الانسان بصوره مستمره مع الدم، وبالتالي ممكن تفيدني في معلومات كتير قوي. ايه المعلومات اللي ممكن تفيدني فيها؟ احد المعلومات ان لو في ضيق في شريان معين، في ضيق في جلطه او بدايه جلطه، ممكن الفلو بتاع الدم هيبقى غير الفلو بتاع الدم في بقيه اجزاء الجسم، فيبان عندي ان الحته دي احتمال ان يحصل فيها جلطه قريبه، فبالتالي يقدر ياخد المريض اكشن بدري. والكلام ده بيتم مشاركته مع الدكتور، فالدكتور اوير بالحاله بتاعه المريض وهو قاعد في سريره، يعني مش محتاج ان انا اعمل فحوصات. يعني ليه؟ لان اوريدي السنسور نتورك دي هي قايمه بدور بقياس كل حاجه في الدم، وبتريبورت الكلام ده بصوره مستمره الى الطبيب المعالج. زي ما شفنا هنا انواع الكوميونيكيشن مثلا ما بين السنسور نودز والاجهزه، في اجهزه بتتحط بنقول عليها انبادي، يعني دي بتبقى داخل الجسم، داخل جسم الانسان نفسه، وفي اون بادي دي على الجسم يعني خارجيا، واوف بادي ممكن تبقى اللي هو الخارجي. دول الثلاث مستويات اللي احنا قلناها، يعني ده داخل الجسم يبقى بيلف داخل جسم الانسان، اون بادي بيبقى مثلا يبقى ساعه زي كده، والساعه دي بتجمع المعلومات من السنسورز اللي داخل الجسم. اوف بادي يبقى خارج الجسم، حطه على ترابيزه او حطه على طاوله في غرفه الطبيب المعالج مثلا على سبيل المثال. طيب لو جيت اقارن ما بين السنسور نتورك العاديه والبادي سنسور نتورك اللي هي احنا بنستخدمها هنا، السنسور نتورك العاديه احنا بنستخدم الاف ومئات الالاف من السنسورز في الغابات، انما في جسم الانسان احنا بنستخدم عدد قليل من السنسورز. عادة السنسورز دي بتكون شبيهة ببعض، يعني بنقول عليها هيتروجينيس، يعني زي نفس النوع، ما يبقاش أنواع مختلفة علشان جسم الإنسان ما يحصلش يعني مضادات أو يرفض الحاجة دي.
طبعا الحجم بتاعها هو الحاجة الأساسية اللي بنتكلم فيها. ليه؟ البطاريات العادية أو السنسورز العادية مفيش مشكلة إن أنا آجي وأغير البطارية كل مثلا 4 سنين، إنما هنا إحنا بنتكلم على بطاريات من يعني بتاخد الباور بتاعتها نفسها من الحركة بتاعتها، فبالتالي ما اقدرش اغيرها بصوره كبيره. فانا محتاج هنا حاجه تكون حجمها صغير، تكون لايت، وممكن كمان ان البروسيسنج باور بتاعتها تبقى قليله. دي بعض الايه الحاجات اللي شفتها هنا. لو جينا بصينا على الفوائد اللي انا اخدها من استخدامنا للنانو سنسر نتورك دي في جسم الانسان، اول حاجه بيقول لك ان فايفو مونيتورنج. ان فايفو دي بنقول عليها اي حاجه في سوائل، بغض النظر السائل ده كان ميه، كان بلاد، وات ايفر، فده بنقول عليه ان فايفو مونيتورنج. فهنا ممكن نستخدمها علشان نقيس الجلوكوز، مستويات الجلوكوز، البلاد بريشر اللي هو ضغط الدم، او نسبه البي اتش في الدم قد ايه. ممكن نستخدمها عشان الكانسر ديتكشن، الخلايا السرطانيه لا قدر الله لو في اي حاجه ممكن يتم التعريف اللي هو الايرلي ديتكشن بتاعها بدري. من الحاجات اللي موجوده برضو الدراج ديليفري. دلوقتي بعض الناس اللي بيعانوا من مرض السكر بيستخدم جهاز محطوط على ايديه، اول ما الجهاز يحس ان نسبه السكر، الانسولين، السكر في الدم عاليه، يبدا يحقن المريض بصوره تلقائيه بالانسولين. يعني بقى مش لازم المريض يتعب وبعد ما يتعب يروح للدكتور وبعد كده الدكتور يكتب له انسولين، لا، ده بقى حاجه مربوطه في جسم المريض نفسه، بحيث انه يعمل القياسات، واول ما يلاقي النسبه وصلت تحت حد معين يبدأ يحقن المريض بالدراج بالنسبة الملائم. من الحاجات المستخدمة برضو ان احنا نستخدمها في المتابعة بعد العمليات الجراحية، ان ممكن يتم زرع الناتورس دي علشان نعمل عملية مونيتورنج او متابعة لحالة المريض والشفاء بتاعه في فترة ما بعد العملية، واكتشاف مبكر في حالة لا قدر الله لو في أي انفكشنز أو تعرض للانفكشن. طيب البحث اللي احنا عملناه في الموضوع ده، كنا عايزين نسأل نفسنا أسئلة. يا ترى هو أي فريكونسي باند، أي تردد نقدر نستخدمه للشبكات ال WSN في جسم الإنسان؟ يعني ممكن نشتغل على تردد قد إيه؟ أول حاجة تحكمنا في الموضوع ده إن إحنا لازم نشتغل في الرينج بتاع التيرا هرتز. ليه؟ لأن في علاقة ما بين حجم الشريحة أو حجم الأنتنة مع التردد. فكل ما زاد حجم الشريحة أو كل ما قل حجم الشريحة التردد لازم يزيد. فلقينا إن إحنا لازم نستخدم التيرا هرتز. التيرا هرتز ده يعني 1000 جيجا، فيعني يعتبر فريكونسي عالي جدا. ولكن يا ترى نستخدم بقى 0.1 تيرا، ولا نستخدم 10 تيرا، ولا نستخدم 30 تيرا؟ ما هو كل ده فريكونسي موجود. فالسؤال هنا انهي فريكونسي باند هيكون مناسب للموضوع؟ الحاجه الثانيه، هل في علاقه ما بين نسبه الار بي سي اللي هي الريد بلاد سيلز، اللي هي نسبه الخلايا الدم الحمراء في جسم الانسان، ولا ما فيش علاقه؟ يعني لو جالي واحد مريض النهارده وقال لي انا عايز اعمل انجكشن لوايرلس سنسر نتورك، هل اوكي اجو اهيد، ولا في فحوصات لازم اعملها؟ منها مثلا ان انا اتاكد ان نسبه الريد بلاد سيل ما تكونش اقل من نسبه معينه، لانها لو اقل من النسبه دي هتبقى يعني خطر على المريض نفسه.
فاللي احنا وصلنا له هنا ان ال سوري هنا ان احنا لازم نحسبه هو الباث لوس، يعني نسبه اللوس هتبقى قد ايه، ومن هنا قدرنا نطلع بانواع من اللوس بتاثر على الاشاره الكهربيه في دم الانسان. اول حاجه السبريدنج لوس، دي احد انواع اللوس اللي هو نتيجه ان الاشاره بتمشي في الدم. فلقينا ان في فروقات بسيطه قوي عن الريد بلاد سيل، فهنا 20% هنا 60%، بس مش كبيرة قوي. الابزوربشن لوس لغاية حد معين الفروقات مش كبير، بس بعد كده الفروقات بتبقى كبيرة. يبقى معنى كده لما انا بتكلم على التردد هنا او الفريكونسي، يبقى في فريكونسي معين يفضل ان انا استخدمه، اللي هو ما يفرقش معايا هل انت عندك نسبه ريد بلاد سيل كبيره او لا. التردد ده لقيناه من 0.1 الى 0.6 تيرا هرتز، يبقى داخل المنطقه دي ده يعتبر التردد المناسب او الملائم لاستخدام النانو سنسور نتوركس في جسم الانسان. ممكن نستخدمه بعد الرينج ده ممكن، بس يعني يبقى لازم تراعي المريض هل عنده انيميا ولا لا. وبالتالي الناس اللي عندها انيميا يبقى نسبه الريد بلاد سيل عندهم قليله، ونسبه البلاد سيل الريد بلاد سيل دي بتختلف من الراجل للست للمراه الحامل، وبالتالي لازم ياخذ الفروقات دي في الاعتبار. السكاترينج لوس دي لوس نتيجه البروبجيشن، يعني الديفلكشن بتاع البيم في البلد، ولكن معظم الدراسات قالت ان السكاترينج لوس في الدم تعتبر مهمله، فبالتالي ما دخلتش معانا في الحلم. كان نتيجه الموضوع ده ان النتيجه الباث لوس او الحاجه اللي بتضيع او الفقد اللي في الاشاره قد ايه، طلع ان هو بيعتمد على التو لوسز اللي احنا قلناهم في البدايه، وبالتالي يعتبر الرينج بتاعي هنا دايما من 0.1 الى 0.6. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه شفناها هنا، هل يا ترى السيجنال تو نويز ريشيو، يعني نسبة يعني الإشارة لما تفقد شوية، هل ده بيعتمد على الريد بلاد سيل ولا لا؟ فهنا جمعنا نسبة 20% ريد بلاد سيل، 30%، 40، 50، 60. عادة أي حد فوق 60 فهو يعني ما عندوش أنيميا. الناس اللي عندها أنيميا ممكن من 40 أو 30% في حالة 33% في حالة اكتر من كده. فلو بصينا هنا طبقا للكونسنتريشن ده، يا ترى انهي مدى هو الكويس او اللي بيديني سيجنال تو نويز ريشيو كويسه؟ فلقينا هنا الرينج الاولاني اللي هو من 0.1 الى 0.6 اللي هو اللي فوق ده هو افضل مدى، لان السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته هي اعلى حاجه. وبالتالي اللي احنا وصلنا له في البحث ده كان ان الناس اللي عايزه تستخدم النانو سنسور ناتورس في جسم الانسان تراعي حته ان التردد لازم يكون في الرينج بتاع 0.6 من 0.1 ل 0.6 تيرا هرتز. بعد كده لازم ناخد في الاعتبار نسبه الريد بلاد سيل، يبقى نسبه الريد بلاد سيل في المنطقه من 0.16 ممكن نتجاهلها. ليه؟ لانه تقريبا نفس البرفورمانس، بينما بعد ال 0.6 لازم ناخد في الاعتبار هل المريض ده بيعاني من انيميا ولا لا. ده يعتبر اخر حاجه عندنا، ولكن انا عايز اشارك معاكم يعني يا ترى احنا فين من الكلام ده؟ هل فعلا في حد هيحقن نفسه بحاجه ويخليها تمشي في جسمه وكده؟ فهنتفرج مع بعض على الفيديو ده، هو فيديو تقريبا دقيقتين.
قل بقليل من التقنية اللي في يدي الآن. الطالب ده هو احد الطلاب عندنا في الجامعه، حقن نفسه بنفسه بشريحه في ايديه، والشريحه دي بعد ما حقنها في ايديه بقى بيبرمجها بصوره لاسلكيه، وبيحاول يستخدمها في حاجات بيعملها بصوره يوميه. زي ايه مثلا؟ ان هو يفتح باب العربيه بتاعته، فبقى بيفتح باب العربيه بتاعته باستخدام الشريحه اللي موجوده في ايديه. لما يحب يشارك تليفونه والايميل بتاعه مع حد من اصحابه، كل اللي عليه بيعمله ان هو بس يحط الشريحه جنب الموبايل بتاع صاحبه، فكل المعلومات الخاصه بمعلومات التواصل تتنقل من الشريحه دي الى صديقه. كيف اني اقدر اسوي فيها اشياء كثيره مره؟ فزرعت الشريحه بنفسي، بس قعدت يمكن تقريبا 4 شهور الاخيره بس اتعلم كيف ازرع الشريحه. اول استخدام لها اللي هو اني اشارك فيها بياناتي. طبعا الان الموضوع تطور، اني بشريحه واحده اقدر اشارك معاك كل بيانات التواصل، جميع مواقع التواصل حقتي، رقم جوالي، اي وسيله تواصل تبغى تتواصل معي فيها، مجرد ما المس جوالك راح تطلع لك وسيله تواصل. بعد كذا حاولت اني اجربها على الفنادق فيها بطايق، فعن طريق بطاقة الفندق هذه اخذتها، نسختها، حطيت بياناتها في الشريحه، وصرت اقدر افتح باب الفندق بيدي من غير ما استخدم البطاقه حتى الفندق. فأنت اختصرت كل الأشياء هذه في شريحة واحدة موجودة في يدك. استخدمتها على السيارة الآن، أفتح الباب السيارة وأقفله. حتى ميزة الشريحة إن مثلا أنا الآن أنس، إذا فتحت سيارتي راح السيارة راح تتعرف علي إني أنس. إيه لو أسوي سكان من هنا، أفتح الباب، يبدأ الجهاز يشتغل. إيش يشتغل؟ شيء نقول Good morning. Good morning. Welcome to Onas's car. How can I assist you today? السيارة مبرمجها على لغة بايثون، وناخذ ذكاء اصطناعي ندربه لي كم شهر، وأيضا كمبيوتر السيارة بحيث أن الجهاز يقدر يفحص السيارة ويعلمني الخرابات اللي موجودة في السيارة، أو حتى يقدر يرسلها لي إيميل. في النهاية كمان أشكر قناة العربية على استضافتهم الجميلة هذه، دعمهم جدا. طيب انا حبيت اقول بس ان يعني قليل من التقنية اللي في الموضوع ده يمكن غريب، ولكن زي ما انتم شايفين ان في ناس فعلا بتحب تجرب وبتحب تستخدم التكنولوجيا في بدايتها. يعني شكرا ليكم، وكانت يعني فرصة يعني سعيدة جدا اني اشارك معاكم الموضوع الشيق ده، ومتشكر جدا بروفيسور الحياب على الدعوة الكريمة، وتحت أمركم في أي حاجة. ألف شكر لحضرتك بروف محمد على هذا العرض المتميز. أنا ما توقعتش إنه ممكن حد من العنصر البشري يتقبل إن هو يضع شريحة بهذا الشكل، لكن يعني أنا أحيي حضرتك على الموضوع، رائع يعني، وربنا يوفق حضرتك دايما، وسعداء جدا بمشاركة حضرتك معانا. ربنا يبارك. تنتقل من استخدام شبكات النانو اللاسلكية لأغراض طبية في جسم الإنسان إلى دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في برامج الجامعات لتنمية مستدامة، سيلقيها لنا البروفيسور عبد المجيد بن عرفة، حاصل على شهادة هندسة في الذكاء الاصطناعي من جامعة الأغواط بالجزائر، حاصل على ماجستير شبكات الحاسوب من جامعة الأغواط، حاصل على دكتوراه في أمن الشبكات، باحث لمدة سنتين في مخبر جامعة بادوفا إيطاليا في أمن الشبكات، حاليا أستاذ في جامعة الأغواط، محكم ومشارك في عدة مجلات ومؤتمرات دولية. فلتتفضل بروفيسور عبد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكركم على هذا الحفاوة العلمية وهذا البحث العلمي الرائع الذي استفدنا منه كثيرا.
ولازمنا نستفيد إن شاء الله تعالى، ونرجو أن نكون إضافة نوعية لكم إن شاء الله تعالى كما كنتم أنتم. بارك الله. إن شاء الله آداب ومشاركة حضرتك يا بروف، تفضل. هل يمكنكم عرض الشريحة أستاذة؟ دكتورة مريم حضرتك معانا، ممكن حضرتك تعرضي من جانبك؟ نعم إن شاء الله دقائق. اتفضلي. الشريحة هي أيضا موجودة عندك أستاذة ريحان. دكتورة مريم، في عند حضرتك مشكلة في العرض؟ أعرض من عندي. أيوة نعم، إذا تكرمتم. شرائح لا تفتح عندي، فيها مشكلة، فيها مشكلة. إذا ممكن أوف. إذا ممكن أوف. أحاول من عندي. أو ممكن حضرتك ترسليها لي وأعرضها من عندي. اوكي حاضر حالا. وصل حضرتك دلوقتي. أين رفعت يدي الآن؟ هو حساب ثاني لي يمكنني فيه عرض الشرائح، لو تسمحون بمشاركة مشاركة السكرين. اوكي نعم تمام. تفضل. تفضل معكم السلامة.
ظهرت شراء أحلام. اه نعم نعم اتفضل بروف. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتنا لهذا اليوم أقف أمام حضراتكم اليوم لعرض بحث حول دمج تقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في برامج الجامعات لتحقيق تنمية مستدامة. قمت بعمل أولا مقدمة لعرض هذا البحث ومتعلقاته ما بين دمج هذه التقنيات، تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات هذه التي تتجلى في دمجها في برامج الجامعات. لا يخفى عليكم أننا أصبحنا نعيش في عصر ثورة صناعية رابعة، حيث تتجلى فيها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي قوة دافعة للتغيير في شتى المجالات مهما كانت هذه المجالات. وفي هذا السياق، ضمن هذا السياق، تتحمل أيضا الجامعات مسؤولية كبيرة في توجيه هذه التقنيات نحو تحقيق أكيد تنمية مستدامة، لكن هذه الأمور تستدعي إعادة النظر، أو هذه المهمة تستدعي إعادة النظر في أولا المناهج، ثم بعد ذلك البرامج التعليمية، ثم بعد ذلك تطوير بنيات تعليمية جديدة تمكن الطلاب وأيضا تمكن الأساتذة من امتلاك مهارات لازمة لمواجهة هذه التحديات الحتمية، وهي تحديات المستقبل، تحديات تقنية مستقبلية. ارتأيت أولا أن أقدم المحور الأول حول أهمية دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم العالي. لابد أن نقف أولا عند هذه النقطة، وهي أهمية دمج التقنيات الرقمية، وهل هذه التقنيات أصبحت عن حق يعني ضرورة لكي ندمجها في مجالات التعليم العالي. قسمت هذا المحور إلى أربع نقاط أساسية تلخص أهمية دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم الآلي. أولها مواكبة متطلبات العصر، حيث أصبحت هذه ضرورة يجب أن تواكبها الجامعات، مواكبة متطلبات العصر، تخريج الطلاب متمكنين من هذه المهارات ومتمكنين من هذه التقنيات لمواجهة التحديات اليومية التي قد يواجهونها سواء أثناء التحضير الجامعي أو ما بعد الحياة الجامعية. ثم بعد ذلك النقطة الثانية وهي مهمة جدا، وهي تحسين جودة التعليم، فأصبح ضرورة وأصبح أكيد دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في برامج الجامعات لتحسين جودة التعليم العالي. ولا يخفى عليكم أن أو لا يخفى عليكم أثر دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحسين نعم جودة التعليم. بعد ذلك النقطة الثالثة وهي دعم البحث العلمي. دعم البحث العلمي، أكيد أنه دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يدعم كثيرا البحث العلمي، ويدعم كثيرا أيضا جودة الأبحاث العلمية، وليس فقط البحث العلمي، وإنما جودة البحث العلمي المقدم تكمن في دمج هذه التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. بعد ذلك بروفيسور عبد المجيد، الصوت انقطع من حضرتك والشاشة. بروفيسور عبد المجيد حضرتك معانا؟ بروفيسور عبد المجيد، طيب
لحين عودة بروفيسور عبد المجيد، ننتقل إلى تلقي استفسارات حضراتكم حول المحاضرات السابقة. أذكر حضراتكم بالمحاضرة الأولى كانت حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تحديث واستدامة المنظومة الزراعية العربية، والتي ألقاها بروفيسور زكريا فؤاد. المحاضرة الثانية حول الذكاء الاصطناعي وما وراء الآفاق في جماليات التصميم الفني، وألقتها بروفيسور رحاب رجب. والمحاضرة الثالثة حول استخدام شبكات النانو اللاسلكية لأغراض طبية في جسم الإنسان، وألقاها بروفيسور محمد مصطفى زايد. يرجى من حضراتكم رفع الضغط على ريز هاند أو رفع الأيدي حتى نتلقى استفسارات حضراتكم لحين استكمال المحاضرة الخاصة ببروفيسور عبد المجيد. ممكن حضراتكم نضغط على ريز هاند. لا توجد أي استفسارات. دكتورة أم حسن اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتورة رحاب، مساء الخير عليكي. مساء النور على حضرتك، سعداء جدا بمشاركة حضرتك معانا في اليوم الثاني. أيوة الله يبارك فيك، الله يبارك الله فيك. يبارك في حضرتك، اتفضلي. أنا أي نعم، أنا دخلت الآن وشايفة في أسئلة، أفتكر حول المحاضرات الفاتت إذا كان في استفسار عنها. نعم ممكن، ايوه ممكن. طيب بس انا عندي كان سؤال للدكتور زكريا، ما اعرف اذا كان موجود ولا لا. نعم ممكن اسجل السؤال بعدين؟ نعم، مع انا اصلا حضرتك، تفضل يا فندم. عليكم. عليكم السلام. انا خريجه كليه النبات ساينس جامعه الخرطوم، اهلا وسهلا. كيمستري نبات اصلا خريجه. فالآن في مستشارية بالنسبة للتأصيل، مستشارية التأصيل كنت رئاسة الجمهورية، والآن بدأت تأصيل التعليم العالي. أهلا وسهلا. فبنؤصل لبعض نعم بنؤصل لبعض الجوانب العلمية وربطها بالجوانب يعني الدينية إذا شئت، أو العلم والدين يعني. فأنا أول حاجة طبعا السؤال اللي بيخطر في بالي انه ليه في تقسيم بالنسبه للكليات، انه هذه هي كليه النبات وهذه كليه الزراعه، باعتبار انه نحن في النهايه النبات والزرع كله في النهايه المصطلحات باللغه العربيه تحديدا وتاصيلا
بنلقاه هي يعني، سواء كان بالنسبة للنبات أو بالنسبة للزراعة. فأنا دايرة أعرف بالنسبة للتقنية الحديثة وبالنسبة للذكاء، هل ممكن إحنا المنظومة الزراعية للدول العربية بالشكل الكامل، يعني كل الدول العربية بنقدر نعمل لها منظومة بحيث إنها تسجل في تسجل في بيقولوا شنو يعني حاجة أو وعاء صغير على أساس إنه يتم التداول حوله من ناحية تقنية ومن ناحية بتاع الذكاء الصناعي، في نفس الوقت يتم الربط المؤسسي بين مؤسسات الزراعة في الدول العربية كلها والكليات النبات وكليات الزراعة، ما يجمع بينهما بالنسبة لهذه داخل المنظومة أو داخل الشغل بتاعك في البحث دي. السؤال هو مركب، لكن أنا بس قصدت النبات والزراعة كل واحد عنده كلية لوحده، وده من جانب تأصيلي أفتكر يجب أن يدمج يعني الاثنين، ويا ريت المنظومة العربية تجاوب لي على أساس إنه يكون في كل الدول العربية يكون عندهم تشارك في الذكاء الاصطناعي ويقدروا ينتجوا حاجة مع مجهود جماعي في داخل المنظومة. وشكرا لك يا دكتور زكريا، وشكرا دكتور رحاب، شكرا لكم، شكرا شكرا لحضرتك على التعليق والتعقيب والسؤال في نفس الوقت. هو الحقيقه طبعا التقنيات الحديثه البايوتكنولوجي والنانوتكنولوجي والزراعه الذكيه والذكاء الاصطناعي ومنظمه الاشياء وكل الاشياء ديت، الحقيقه انا عايز اقول في الاول ان في دولنا العربيه من ناحيه الزراعيه المشاكل اللي بتقابل المنظومه الزراعيه تكاد تكون متشابهه في العديد من الدول العربيه، وكذلك الميزات الموارد الطبيعية اللي موجودة عندنا في الدول العربية بنجد إن لو حدث تكامل تقني وفعلي ده هيحقق تحقيق المنظومة الزراعية المستدامة في دولنا. جزء خاص بكليات الزراعة وكليات العلوم اللي فيها قسم النبات، ده من الناحية التدريبية ومن الناحية التعليمية. الجزء الثاني الجانب البحثي والجانب الإرشادي والاقتصادي، يعني تبقى محاور يعني متكاملة مع بعض. والتكامل ده الحقيقة طبعا احنا من فترة كبيرة احنا عندنا منظمات دولية زراعية، المنظمة العربية والأكساد والإيكاردا ومنظمات المنظمة العالمية زي منظمة الفاو اللي موجوده في كل دولنا تقريبا، بيحصل تنسيق وفي مؤتمرات من سنوات كبيره عن الزراعه الذكيه وعن الزراعه الدقيقه وعن استخدام التكنولوجيات الحديثه ومنها الذكاء الاصطناعي. ولكن الحقيقه انه بتخرج توصيات، لكن بعد فتره بنعمل مؤتمر تاني وبيكون في توصيات. التوصيات ديت يعني لو تفعل وتنفذ ولما نيجي في لقاء او ميتنج تاني او مؤتمر تاني ونشوف التوصيات ديت ايه اللي تم منها وايه اللي خلاها تتم وايه اللي ما تمش وايه المعوقات والتحديات اللي خلتها ما تمتش، وتكون في منظومه تكامليه، ده هيكون في صالح البيئه الزراعيه المستدامه في دولنا العربيه. لان التكنولوجيات الحديثه ديت بتتطور تطور كبير جدا، يمكن يعني بشكل متسارع جدا، مش عايز اقول بشكل سنوي ولا شهري، يمكن بشكل يومي. دي نقطه. النقطه الثانيه ان اللي احنا عايزين نقوله ان التكنولوجيا ديت من السهل تطبيقها خاصه في المزارع الكبيره، حتى المزارع الصغيره اللي هي بتعتبر احد العوائق اللي بتعيق استخدام الزراعه الذكيه والذكاء الاصطناعي، ممكن نجمعهم زي ما المصدر بيجمع مجموعه من المزارعين وكانها يونت واحده او وحده واحده، وبيطبق كل معاملات وممارساته الزراعيه عشان في النهايه المحصول ويصدره. كذلك ممكن نعمل كده من قبل سواء الجهات الحكوميه الوزارات المعنيه او من قبل المستثمرين الزراعيين، انهم يجمعوا في القرى وفي الاماكن الريفيه، ونقدر ببساطه ان احنا نستخدم هذه التكنولوجيات عشان نزود الانتاجيه ونزود الجوده ونزود تامين الامن الغذائي والامان الغذائي بالنسبه لشعوبنا العربيه والتصدير للاسواق الخارجيه. يعني العمليه بس عايزه عمليه تنسيقيه مع اراده جماعيه مع متابعه مع تقييم مع مشاركة، يعني لابد أن يكون في تخطيط تشاركي وتنفيذ تشاركي وتقييم دوري. وبتمنى طبعا لجميع دولنا العربية الازدهار وتحقيق تنمية زراعية كلامك مستدامة. شكرا جميل، جزيلا لحضرتك. شكرا شكرا لك. شكرا اتفضل.
حضرتك بروف زكريا على هذا التوضيح السريع جدا. شكرا لحضرتك دكتورة محاسن على مشاركتك في الاستفسارات. هل لدى حضرتك أي استفسار آخر؟ شكرا 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 جزيلا. شكرا 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 لكم. شكرا لحضرتك. ألف شكرا شكرا. تحياتي. ننتقل الآن، نظرا لأن بروف عبد المجيد لديه مشكلة تقنية في الإنترنت، فننتقل إلى المحاضرة التالية حول دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الجامعي، والأستاذ الدكتور خالد صلاح حنفي محمود، أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، عضو مجلس إدارة كورسي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأركسو في خدمة الطفولة، منسق جامعة الإسكندرية للبرنامج القومي لتثقيف الشباب مودة، مدرب حرية الاعتقاد بمؤسسة أديان ببيروت، مدير النشر الأكاديمي لمؤسسة منارات الفكر بالمغرب، باحث وأكاديمي في ميدان التربية، لديه أكثر من 11 كتاب و35 ورقة بحثية، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلات علمية محكمة، فاز بجائزة البحث العلمي المتميز لعام 2016 من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالسودان، وجائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي لعام 2017، والجائزة التقديرية في الدعوة الإسلامية لعام 22. فلتتفضل بروف خالد بإلقاء المحاضرة الخاصة بسيادتك. ممكن حضرتك تضغط على المايك بروف؟ شكرا جزيلا لحضرتك. لو ممكن بس مشاهد هذا المايك أغلق مرة أخرى، ممكن حضرتك تضغط عليه؟ حاضر، انا دلوقتي هعمل بنشوف صورة ثانية. تمام. دكتورة مريم، نستأذن حضرتك العرض؟ انا شاركت العرض، مفيش مشكلة تمام ناحيتي. تمام أوكي، اتفضل حضرتك يا بنت. حاضر. أنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا بتقدم بخالص الشكر. حاضر. على دعوته للمشاركة في مثل هذه الجلسات والموضوعات المتنوعة. طبعا احنا دلوقتي في موضوع الساعة، الذكاء الاصطناعي، واحنا دلوقتي في عصر بيبشرنا كثير من المؤلفين والمؤرخين والباحثين ان احنا في عصر ما بعد الإنسانية، وسوف ننتقل الى عصر ربما نستفيد كبشر من الذكاء الاصطناعي. وطبعا كلنا سمعنا من كام شهر ايلون ماسك لما قال انه بيتحدى انه يعمل شريحة إلكترونية يزرعها بحيث يدمج خصائص الذكاء البشري الإنساني مع خصائص الذكاء الآلي او الذكاء الاصطناعي. وطبعا دلوقتي ابتدينا نرسم سيناريوهات المستقبل ونستشرف المستقبل، وابتدى يظهر تيار فكري ومدرسه كبيره جدا في الغرب تحديدا اسمها بوست هيومانيزم، اللي بتتنبأ ان السيطره لن تعود للانسان ولكن السيطره سوف تنتقل للآلة، زي ما اتكلمنا افلام هوليوود والافلام اللي بتشوفها زي ذا ماتريكس وغيرها من افلام وترمينيتور، فكلها افلام بتنبأنا او بتعطينا بشائر او ارهاصات لما سوف يتحول اليه العصر الحالي او اللي احنا مقبلين عليه. طبعا احنا في التعليم الجامعي احنا ممكن ككلنا حضرتك ككل بروف حضرات قبل ما تبدأ الاستاذ نعمل فول سكرين علشان الشاشة تبقى أوضح للحضور؟ حاضر، اكيد حاضر. ألف شكر لحضرتك. طيب طبعا نسيت اشكر دكتوره رحاب خالص، هي صاحبه الدعوه ودايما استاذ دكتور أنا رحاب من جامعه بني سويف سباقه، واعرفها منذ زمن يعني تنظيم مؤتمرات على اروع ما يكون، الله وهي يبارك فيك شغوفه في دكتور خدمه حبيبي، العلماء والباحثين. الله يحفظك، الله ولي يبارك الشرف طبعا فيك، ان اكون مع حضراتكم جميعا. الشرف شكرا لينا، جزيلا، الله الله الشرف يحفظكم لينا ويسعدكم، حضرتك. يا رب دايما يوفقكم في الخير يا رب. طيب احنا كنا الورقه البحثيه بتاعتي او الجلسه كانت مشتقه من ورقه بحثيه حوالين دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الجامعي، وكان طبعا بقيه الورقه في ضوء بعض الخبرات العالميه المعاصره، ضوء خبرات بعض الجامعات تحديدا، ودراسه تحليليه كمحاوله لاستقراء الواقع او الحاضر او التجارب الحاليه او الانيه دلوقتي. طبعا الذكاء الاصطناعي خلاص ما عادش رفاهيه، ده اصبح احنا بصوره او باخرى بنستخدم الذكاء الاصطناعي وهو في حياتنا دون ان نشعر. ربما حضراتكم وانتم بتستخدموا الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي في حاجه اسمها الخوارزميات،
بتعرف اهتماماتك واختياراتك وتبتدي وفقا ليها توجه لك الاعلانات، توجه لك الحملات الكامبينز اللي حاصله، بحيث حضرتك تشوف وتشترك ويرشحوا لك كمان ويختاروا لك الاصدقاء ويبعتوا للاصدقاء عشان يعملوا فريندز او فريند شيب مع حضرتك وهكذا. فالذكاء الاصطناعي اصبح في حياتنا الشرائح الرقميه اللي احنا بنتعامل معاها. طبعا شايفين كلنا دلوقتي تكنولوجيا الميتافيرس وابتدت تنتشر. كنت من شهرين في قطر في مؤتمر حوار الاديان، فكانت وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في قطر ورونا عن طريق النظارات الهولوجرام تاريخ ظهور الاسلام والنشاه من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا نقله نوعيه كبيره جدا اما بتلاقي الصوره ثلاثيه ابعاد بتتحرك والمحاكاه والمؤثرات الصوتيه والحركيه. كل ده احنا كمتخصصين في التربيه بتترك لدينا خبره بيسموها ابقى اثرا، ابقى اثرا وابقى اثرا اللي بيستخدم فيه اكتر من حاسه بيحصل فيها اندماج كامل. فدي طبعا نقلة نوعية بالنسبة لنا كتعليم أو كناس يعني عاملين مشتغلين بالتعليم. على أي حال طبعا الدراسة أكيد إن إحنا هنشتغل في ورقة زي كده أو جلسة زي كده، يعني الذكاء الاصطناعي من أول جون ماكارثي والأجيال بتاعته لحد ما اتنقل للجيل الحالي اللي إحنا بنسميه. إحنا مش دلوقتي شغالين طبعا في الذكاء الاصطناعي التوليدي شات جي بي تي والإصدارات بتاعته والبرامج المنافسة له أو كمان الأحدث منه. يعني احنا طبعا دلوقتي ابتدينا كمان نتعامل مع برامج كباحثين او احنا لما بنعمل ابحاث ترقي او ابحاث معينه اكاديميه او غيره بنبتدي نستخدم بعض برامج وتطبيقات الذكاء الصناعي. برشح لحضراتكم قبل ما انسى، من يومين كده جربت برنامج مجاني متاح مجانا جرامرلي، وهو برنامج مشهور. جرامرلي بتكتب حضرتك النص الابستراكت باللغه الانجليزيه وحضرتك ما بيبقاش عندك وقت تدقق في البنكتويشن علامات الترقيم تركيب الجمل استراكشر بعض الكلمات. فبرشح لحضرتكم في اختيار في جرامرلي من الاسفل لحضرتكم اكيد حضراتكم معظمكم سمعتوا عنه، انه تطبيق مجاني وبيساعد الباحثين جدا في تصحيح الاخطاء اللغويه في اللغه الانجليزيه تحديدا. ففي اختيار اسمه اي اي من الاسفل، اي اي اللي هو استخدام الذكاء الاصطناعي. في مجموعه من الاوبشنز، افضل اوبشن بالنسبه لي انا وكان عجبني جدا اللي هو استخدام الذكاء الاصطناعي تو امبروف ذا تكست، لتحسين جوده النص. يعني حضرتك كاتب نص، تعرفين ان في اللغه الانجليزيه في جمل بسيطه وفي جمل مركبه كومبلكس وفي جمل يعني اكثر تعقيدا، وكل ما بتعلى بمستوى اللغه كل ما بتدي الريفيور او المحكم بتاع الورقه بتاعتك بيديك درجه اعلى من درجه البحث طبعا او لغه البحث نفسها. ممكن تكتب لغه بسيطه جمل بسيطه باللغه الانجليزيه بس بتقلل من مستوى الورقه او بتخلي المحكم لمستوى معين او رانك معين او ترتيب معين او بنسميه احنا في اللغه بند معين زي الايلتس مثلا امتحانات الايلتس. فحضرتك لما بروف بتاعك او المستوى اعلى الذكاء الاصطناعي بيختار لك بعض الكلمات بعض الكونكتورز اللي هي روابط بين الجمل الشرطيه، بينقل بين انواع الجمل بحيث ان اللغه طبعا بتبقى ايه بيسموها ايه يعني اكثر درجه واكثر تقديرا. بيفرق قوي مع المحكم خصوصا في اللغه الانجليزيه، ما حضرتك مره ممكن تكتب باللغه العربيه بلغه مستوى بسيط فتخلي المحكم يديك درجه في مستوى معين، او تكتب بلغه علميه اكثر فصاحه واكثر ايه قربا واكثر ايجازا واكثر دقه، فدي طبعا بتفرق جدا في الدرجه. فبرشح ليكم لتجربه شخصيه من يومين لقيت ان البرنامج ده نازل من سنوات وبنستخدمه كتير، بس البرنامج ده مجاني. حضرتك بتحط النص بتلزقه بيدخل على الانترنت يعمل لك كوركشنز او تصحيحات او تعديلات. في كمان اختيار بالاضافه للتعديلات اللي هو يعمل لك امبروف ذا تكست او تحسين جوده النص، ودي حاجه مهمه جدا يعني بدعو حضراتكم ليها. وانا بتكلم ان شاء الله هتكلم عن بعض التطبيقات اللي ممكن نستخدمها حتى في ابحاثنا ودرجاتنا. طيب ورسائلنا طبعا ايه الذكاء الاصطناعي ومراحله، انا مش هطول على حضراتكم كتير ما شاء الله انتوا في الجلسات اعتقد غطيتوا كل حاجه على مدى اليومين الماضيين او حتى النهارده، سواء تطبيقات زراعيه او تطبيقات يعني تفرعنا في انواع الذكاء الاصطناعي. ودي سر قوه المحفل العلمي ان هو بيحاول يربط بين التخصصات، يعني هو شغال مالتي ديسيبلينري يعني متعدد التخصصات وكمان انتر ديسيبلينري بيني، فدي حاجه كويسه جدا وحاجه كل العلوم الحديثه دلوقتي بتنادي بيها. طبعا ايه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وهحاول اقسم لثلاث مجالات رئيسيه او اربع مجالات اللي بتشتغل فيها معظم الاسماء او البرامج اللي احنا نعرفها بالذكاء الاصطناعي. السؤال الرابع طبعا الخبرات العالميه، ايه خبرات الدول وايه المشاكل. ما هو الذكاء الاصطناعي عارفين التكنولوجيا دايما سلاح ذو حدين، بيحمل جوانب ايجابيه زي ما بيقولوا كده وجوانب سلبيه كونز اند بروز، الادفانتجز والديس ادفانتجز المزايا والمساوئ. فطبعا هنتكلم عليها وخصوصا ان احنا ابتدينا يظهر لنا بالذات كباحثين ابحاث جاهزه ريدي ميد وابحاث كمان بتنشر في ارقى المجلات عن طريق الذكاء الاصطناعي. ودلوقتي اصبح بعض البرامج بتتغلب على برامج زي تنت ان واوثنتيكيت والكلام ده كله، البرامج فحص الاقتباس، وبرضه اصبح دلوقتي في تطور في برامج فحص الاقتباس دلوقتي بينهم سباق رهيب. طيب ايه سلبيات توظيف الذكاء الاصطناعي؟ وبرضه
متطلبات توظيفه بالنسبه لنا احنا كدول عربيه عموما او في مصر تحديدا، والمعوقات المحتمله اللي احنا ممكن نواجهها في الجامعات او غيره كمؤسسات تعليميه. طبعا الورقه البحثيه انا مش عاوز اطول لحضراتكم خالص، هي الورقه ان شاء الله هتكون اكيد متاحه لحضراتكم تتداولوها، بس سريعا انا عاوز اديكم بعض البوينتس اللي ممكن نستفاد منها تطبيقيا. طبعا انا استخدمت المنهج الوصفي من خلال تحليل الدراسات والادبيات والادب التربوي، نشوف حكايه الذكاء الاصطناعي نشاته وتطوره، ولا هو فعلا مفيد ولا فيه تضخيم وفيه مبالغه في الكلام وفيه ناس بتتشائم زياده عن اللزوم وبتهدد بفناء البشريه لمجرد التخويف. فدي برضو عايزين نشوف الحته دي او المنطقه دي. طيب الدراسه اكيد فيها اهداف تعرف وتحليل وتحديد وتنبؤ زي اهداف العلم عامه، يعني اعتقد ان حضراتكم مش محتاجين نشرح شريحه زي كده. طبعا الدراسه طبعا ليها اهميه سواء على المستوى النظري، بس يعني المستوى النظري اعتقد ان دلوقتي في كتابات عربيه كثيره جدا جدا عن الذكاء الاصطناعي، يمكن الاهميه التطبيقيه دي اللي احنا ابتدينا نركز على التطبيقات والمشاكل الناتجه عنها او متطلبات التطبيق. طبعا الذكاء الاصطناعي ببساطه خالص تعريفات كثيره جدا له ان احنا بنحاول نستخدم الذكاء الاله او الذكاء اللي احنا المفروض كبشر عملناه على ضوء خبراتنا في الذكاء الانساني والتعامل معاه والمعادلات، بنحاول نخلي الاله تحاكي الذكاء البشري وتتفوق عليه تتغلب عليه، ده ببساطه. لكن طبعا يمكن لو حضرتك درست التطور الموضوع ده وتعلم الاله والماشين ليرنينج والتعلم العميق هتلاقوا ان القصه كبيره اكبر من كده بكثير، بس انا بحاول ابسط يعني عشان الوقت. طيب دي برضو خصائص الذكاء الاصطناعي، تطور الذكاء الاصطناعي ودي المراحل، طبعا دي موجوده في الادبيات سواء الادبيات الغربيه او الادبيات حتى عندنا الادب التربوي او في الادب العربي، فطبعا برضو هتلاقوا دراسات كثيره لحد ما تلاقي النظم الخبيره مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، ودي كلها اصبحت مصطلحات شائعه حضراتكم سمعتها في الاوراق اللي فاتت بطريقه يعني مكثفه الاشاره اليها. طبعا الذكاء الاصطناعي دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم بتجربه النظارات ثلاثيه الهولوجرام او النظارات ثلاثيه الابعاد، ودي طبعا شفت انا في دول الخليج يعني اهتمام بيها غير عادي، وبعض القاعات حتى في مصر اصبحت مزوده بالفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي الاي ار والفي ار، واصبحنا دلوقتي ممكن نلاقيها في مدارس عاديه جدا في مصر مش شرط جامعات فقط او كليات حاسبات ومعلومات، واصبحت الحكايه دي بقى ابتدت تنتشر انتشار هو بس بيحد من انتشار دلوقتي طبعا التكلفه، وطبعا بالنسبه لنا احنا في مصر ممكن العنصر البنيه التحتيه سرعه الانترنت حاجات كثيره بتبتدي تتداخل يعني ممكن تعوق تختلف عن دولة لأخرى طبعا، لكن طبعا التكلفة يعني ابتدت تنخفض، بس طبعا نتعشم إن شاء الله مع انتشار هذه التكنولوجيا إن الأسعار تقل وبتبقى في متناول الجميع. فدي حاجة برضو إيه من اللي فعلا الذكاء الاصطناعي اثبت فيها التفوق والاوجمانتد رياليتي والفي ار، وحضراتكم حتى بتلاقوا في السينمات يعني ببساطه بتلاقوا السينما اللي هي رباعيه الابعاد وثلاثيه الابعاد ابتدينا فعلا التكنولوجيا دي حتى في حياتنا اليوميه في العروض السينمائيه. المجالات اللي يعني اشتغلنا فيها في الذكاء الاصطناعي او معظم التطبيقات شغاله فيها تغيير دور الاستاذ الجامعي، ودي طبعا يعني اصبح دلوقتي بص بتوع تكنولوجيا التعليم او الاساتذه اللي عندنا متخصصين في تكنولوجيا التعليم بيقول لك دلوقتي اصبحنا الطريقه التقليديه الليكشرز والمحاضرات والالقاء والكلام ده كله اصبح دلوقتي اللي احنا المفروض نستخدمه، هم بيقولوا كده ينصحوا ان احنا نستخدم حاجه اسمها الفليبد كلاس رومز او الفصول المعكوسه او المقلوبه، حيث يتبدل دورنا احنا من احنا كمعلمين او اساتذه من احنا اللي بنشرح وبنتكلم ونعمل مجهود، لا احنا مجرد فاسيليتيتور او مجرد جايد او منتور او يعني ميسرين او مرشدين او مجرد بس بنحاول نساعد الباحث او الطالب ان هو يدور بنفسه ويكتسب المهاره، احنا مجرد بس نحطه على التراك او الطريق السليم. دي طبعا قصه، واحنا اكيد طبعا حتى احنا بعد كورونا اجبرنا ان احنا نستخدم تكنولوجيا فليبد كلاس روم، الطالب هو اللي يدور ويحضر، احنا مجرد بس بنلتقي معاه على الزوم او على الكلاس روم او جوجل كلاس روم او غيره من المنصات عشان نراجع نشوف الاساينمنتس اللي وجدناها نشوف مدى تقدمه حاجات زي كده. فدي بنستخدم الفيديوز التفاعليه بنستخدم الافلام، فطبعا دلوقتي اتغير قوي ما اصبحش الاستاذ الجامعي التقليدي اللي عمال داخل قاعد يتكلم معتمد والطالب مجرد مستمع عمال يكتب وراه، لا الحكايه اختلفت بقى فيها تفاعل فيها اسئله فيها مشاركه في طلبه يشتغلوا مع بعض ويبحثوا عن طريق الانترنت ويعدوا بحث ويعدوا برزنتيشن هم اللي يعرضوا هم اللي يجهزوا، فاصبحت المسؤوليه تشاركيه او يمكن بدور اكبر على الطالب. بيساعدنا طبعا تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحاجات يعني تطبيقات كثيره جدا يعني سواء اللي بتعمل برزنتيشن او اللي بتعمل تيست للطلاب اختبار للطلاب او بتقيم الطالب او مستوى تقدم الطالب. طبعا الفلسفه كلها ونموذج التعليم العالي اختلف، اكيد ان كل ما احنا هندخل في حقبه او عصر هنلاقي ان الذكاء الاصطناعي ابتدى يتطور اكتر فاكتر. يمكن انا من كام سنه يعني او يعني من بدايه ظهور الشات جي بي تي الذكاء التوليدي كنت بساله اسئله باللغه العربيه فبلاقي الاجابات اللي بتجي لي
اجابات يعني مش لا تعتبر جيده كانها منقوله عن الانترنت. النهارده لما بستخدم الاصدارات الجديده من شات جي بي تي بلاقي الاجابات يعني متقنه وكان اللي كاتبها انسان بشري ويمكن اكتر، وموثقه فيها المراجع بالاسفل. فاختلف الموضوع واختلف السياق، واظن تطور اكتر واكتر في المستقبل. طبعا بما ان نموذج التعليم العالي اصلا كله اتغير، فتوقع ان حضراتكم طبعا بنسمع كتير عن جامعات الجيل الرابع والجيل الخامس اللي هي معتمده كلها على تكنولوجيا ال5 جي والانترنت سمعنا بقى طبعا سمارت يونيفرسيتيز الجامعات الذكيه، والكرييتيف يونيفرسيتيز الجامعات الابداعيه. ودلوقتي بنسمع مصطلحات دي، الكلام ده متداول في الغرب من خمس او يمكن 10 20 سنه. يمكن احنا دلوقتي في العالم العربي ابتدينا نؤسس ليه وننشئ هذا النوع من الجامعات، جامعات الجيل الرابع، وننتقل من جامعات الجيل الثالث الجامعات التقليديه والشرح التقليدي لاستخدام التكنولوجيا بصوره اكبر. طبعا تقليل النفقات، من كام سنه لما كنا نسمع عن التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، فكانوا يقولوا احد المشاكل اللي بتواجه التكنولوجيا عموما تكنولوجيا التعليم والتعلم عن بعد النفقات. النهارده مع انتشار التكنولوجيا واختلاف اسعارها وانخفاض اسعارها، اصبح ان ممكن تكون التكنولوجيا اكثر توفيرا سواء للوقت، الجهد، الانتقال للباحث او الطالب. ودي اعتقد بنلمسها، يمكن حضراتكم شايفين اهو، يعني ده نموذج عملي اللي احنا بنعمله دلوقتي. المحفل العلمي كلنا ما احتجناش تاشيرات وتذاكر طيران، في جزء بيشارك طبعا حضوري، في جزء بيشارك عن بعد. فطبعا اعتقد ان التكنولوجيا وفرت نفقات، جزء كبير من النفقات، وفرت كمان الوقت، وفرت كمان لغت حدود كتيره، قيود الزمان والمكان والجغرافيا وغيره. فاعتقد ان احنا متفقين اظن مع النقطه الثالثه، تقليل النفقات. برضو خلينا متحفظين شويه، احيانا بيبقى استخدام التكنولوجيا مكلف، مش في قدره الجامعه، مش دايما التكنولوجيا بتوفر بديل الارخص، فدايما الحكايه دي بتبقى محتاجه حضرتك كمخطط او كقائم على جامعه او متخذ قرار او صانع قرار، محتاج حضرتك تفكر في الاولويات، ايه الاولويات وايه الهدف بتاعك؟ مع التكنولوجيا انواع كثيره، حضرتك هتستخدم انه تكنولوجيا، ايه الهدف بتاعك؟ يعني انت عاوز توصل لايه؟ وايه الامكانيه اللي عندك؟ حضرتك بتشوف ان احنا دايما في الدول العربيه بنتابعها ان احنا بنشيل احدث موبايلات، بنحمل احدث موبايلات. طب هل انت بتستخدم كل امكانيات الموبايل ده، ولا انت يكفيك موبايل اقل شويه في الامكانيات؟ فخلي بالك الحكايه دي محتاجه ايه، بيسموها عقلنه او الترشيد، عشان ما يبقاش مجرد استحضار التكنولوجيا ونجيب مشاكل واحنا اصلا مش مؤهلين، وتحصل المشاكل اللي احنا شفناها في بعض التجارب العربيه او التجارب المصريه تحديدا. فنخلي بالنا برضو من النقطه دي، مش مجرد حضور التكنولوجيا هيحل لك المشاكل، لكن لابد تخطط تخطيط سليم. ده بقى فايده التخطيط التربوي، تخطط حضرتك ايه الاولويات، ايه الاهداف، ايه الاهداف، ايه طبيعه المؤسسه اللي عندك، السياق الثقافي اللي موجود في المجتمع. فدي برضو نقطه لازم تضع في الاعتبار. يمكن دي مشكله واجهتنا في لما جينا نطبق تجربه الحكومه الذكيه في مصر. انتوا عارفين طبعا ان في نسبه اميه كبيره في مصر، يمكن تصل وفقا للاحصاءات الرسميه من 18% يمكن تصل لحد 30%، دي احصاءات كتيره مختلفه، بس الاحصاءات الحكوميه بتقول هي 18%. فحضرتك بتتكلم في مجتمع يعني 20% منه لا يجيد قراءه اللغه العربيه، فما بالك بقى باستخدام الابلكيشنز والاجهزه. طبعا بصوره او باخرى جزء من الناس اضطر ان هو يتعامل مع التكنولوجيا، ارباب المعاشات مثلا اللي بيستخدموا نقاط الخبز، الكروت، الدعم، الحاجات دي كلها اجبروا بصوره اخرى انهم يتعلموا ويتعاملوا، السكريات، السيارات، الابلكيشن، الجي بي اس، الحاجات دي كلها. بس حضرتك برضو لازم تخطط، هتعمل ايه كمتخذ قرار في المؤسسه التعليميه، هتعمل ايه مع الشريحه التي لا تعلم او لا تعرف او ما عندهاش المهارات الاساسيه. فدي برضو لازم يبقى فيه تخطيط. انا هنا بس بشير لاهميه التخطيط، يعني وجود الذكاء الاصطناعي في حد ذاته مش دي الحاجه الوحيده اللي هتعمل لك النقله اللي انت محتاجها. طبعا انعكاسات التطبيقات التربويه للذكاء الاصطناعي، يمكن انا جبت لكم بعض الشرائح اللي موجوده. حتى الاطفال، الصين النهارده اصبحت بتدخل او بتجيب نماذج من الروبوت وتدخلها للاطفال في الحضانات، في سن الحضانه اللي هي سن رياض الاطفال وسن ما قبل المدرسه قبل 6 سنوات. حريصه جدا الصين او اليابان مثلا ان هي توري الطفل، تورينه الروبوت ويكلمه، وتعمل له من اول كده ايه زي ما كده اتراكشن، او تخليه تنمي عنده من اولها كده، تغرس فيه من ناحيه التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا. فدي برضو نقطه مهمه، اعتقد ان الصين واليابان مش يعني لما بيخلوا الطفل يتعامل مع روبوت، والروبوت ده تكلفته كبيره اكيد طبعا، مش بسيطه حتى دوله زي الصين او دوله زي اليابان، بس الطفل الروضه تحديدا. فده برضو سؤال يعني، او يعني محتاجين نعرف احنا ليه ما نعملش كده في الحضانه تحديدا، ما يبقاش مجرد روبوت ترفيهي او في التطبيقات اللي هي الالعاب وغيره، لا ممكن يكون تعليم، ممكن تستخدم فيه في حاجات معينه، بحيث انت تنمي اتجاهات تكنولوجيه في مراحل مبكره عند الطفل، باستخدام التكنولوجيا استخدام مفيد، ودي حاجه مهمه جدا.
طبعا انظمه الذكاء الاصطناعي، انا فاضل 5 دقائق ان شاء الله وخلص. انظمه الذكاء الاصطناعي طبعا غيرت دور اعضاء التدريس تحديدا، وحضراتكم اكيد شايفين سواء في التصحيح او في غيره الذكاء الاصطناعي، وانا بقصد بالذكاء الاصطناعي سواء الاجيال القديمه او الاجيال الحديثه، وحضراتكم شايفين ان في تخطيط من وزاره التعليم العالي، وفي استراتيجيه عاملاها مصر لتطبيق الذكاء الاصطناعي، وفي توجه كامل من الدوله، وحضراتكم شفتوا هتشوفوا معظم الدول العربيه حتى في الرؤى والرؤى الاستراتيجيه والخطط الاستراتيجيه اللي وضعتها تلك الدول سواء في سنه 2030 او 2040 او 2050، كيفيه توظيف الذكاء الاصطناعي لجعل حياه الانسان اكثر جوده او اكثر رفاهيه. وبالفعل دوله زي الامارات عملت وزاره زي وزاره السعاده تعتمد على استخدام التكنولوجيا لجعل حياه الناس سعيده. يعني انتوا عارفين ان الامارات عملت من كام سنه وزاره خاصه بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مثلا احد التطبيقات اللي هم استخدموها، ودي موجوده في مصر وبعض الدول العربيه بس بصوره اكبر يمكن في الامارات واحدث، المحاكم المتنقله. حضرتك مش محتاج تعمل قضيه وتروح لمحامي وتعمل كذا وكذا وكذا، حضرتك بتخش على ابلكيشن وبتجي لك المحكمه تسلمك الحكم لحد عندك، فانت مش محتاج هنا لو كنت كبير السن او صعب ان انت تروح المحكمه نفسها او صعب تتعامل مع الاوراق والكلام ده كله، ففي تسهيلات بيسموها المحاكم الرقميه. طيب فدي حاجه، ومصر ابتدت يعني في الخط ده واعتقد معظم الدول العربيه. تغيير بنيه الجامعات والمدارس، حضرتك دلوقتي تعالى شوف شكل يعني المدرجات والقاعات التدريس، هتلاقي الشاشات الذكيه السمارت بوردز، وهتلاقي الشاشات المتوصله بالانترنت، فدي حاجه ابتدت الحمد لله تنتشر بصوره كبيره، وابتدى الطلاب عموما يبقى عندهم مهارات ومكنات يتعاملوا مع التكنولوجيا بصوره جيده، شريحه كبيره من الطلاب. طبعا في شرائح ثانيه هنا هيتدخل العامل بتاع الايه الفقر والمال والكلام ده كله الامكانيات، فدي لازم نضعها في الاعتبار كيف نمكن هؤلاء الطلاب. اساليب انتقاء الطلاب وتعليمهم ودعمهم، وطبعا انتوا عارفين دلوقتي التعليم عن طريق الاونلاين او التعليم او التعلم عن بعد ده برضو اصبح يشغل مساحه كبيره خصوصا بعد جائحه كورونا وتبعاتها، او الاحداث اللي هي سببتها في تغييرات افكار جذريه وتغييرات في تطبيقات التعليم. تغيير بيئه تعلم الطلاب، البيئه نفسها حتى في المنزل، دلوقتي الطلبه دلوقتي ممكن يعتمد على الجروب او الواتساب او الجروب اللي هو عاملينه على المنصه دي او المنصه التعليميه او بلاك بورد او غيره. اتمتت يعني استخدام بقى التكنولوجيا والتطبيقات والبرامج الذاتيه، الانشطه الاساسيه في التعليم، تصنيف وتحديد الدرجات اللي نوزع الدرجات، حتى عندنا في مصر وحدات القياس والتقويم بتطلع لك ريبورت كامل بمجرد ما ينتهي امتحان الطلبه، بتصحح الماشينز على طول للورق، وبتعمل لك كمان تقارير احصائيه على اعلى ما يكون، بحيث حضرتك برضو كاستاذ جامعي تبتدي تحدد نقاط الضعف والقوه وتحسن من ادائك وتطوره عشان تعالج المشكلات اللي هتظهر في التقييم. تكييف البرامج التعليميه، وده كنا بنسميه زمان لو حضرتكم تتذكروا تفريد التعليم، ان انت ازاي تعمل برنامج تعليمي مخصص لاحتياجات كل طالب، لان طبعا في حاجه اسمها الفروق الفرديه. تغيير كيفيه العثور على المعلومه والتفاعل معها، وده اكيد برنامج زي الشات جي بي تي او غيره من البرامج بقى قصه كبيره جدا وموضوع كبير جدا في المجال ده تحديدا، وده اللي شغال عليه معظم الابحاث دلوقتي والدراسات. طبعا متطلبات توظيف التطبيقات التربويه والذكاء الاصطناعي، زي ما احنا قلنا الذكاء الاصطناعي مش هنعمل استعاره، نظام الاستعاره ما ينفعش تستعير حاجه، عارف زي ما بتعمل عمليه زراعه في جسم انسان، عضو في جسم انسان، لازم تعمل قبلها ابحاث ودراسات وتتاكد ان الجسم لن يلفظ ولن يهاجم هذا العضو. كذلك الذكاء الاصطناعي مش المهم انت تجيب التكنولوجيا، في حد ذاتها امتلاك التكنولوجيا ده مش حل، مش هو دي الحاجه جوهر المشكله عندنا او حل المشكله، لكن كيف تستخدم فعلا هذه التكنولوجيا في واجهه مشاكل حاليه عندك، انت تراعي سياقك الثقافي، تراعي متطلباتك انت، مش تبقى حاجه مفروضه من فوق او اعلى وخلاص. اين المجتمع واين الواقع واين المتطلبات الحقيقيه بتاعتك؟ فطبعا لازم في اعداد استراتيجيات وخطط بعيده المدى، لازم نتوسع في التدريس، يعني تدريس مقررات الذكاء الاصطناعي من مراحل مبكره، يعني انا مش بتكلم عن مرحله الجامعه والتعليم الثانوي، انا بتكلم هنا من مرحله ما قبل حتى المدرسه. فدي طبعا مهم جدا نركز فيها، طبعا كليات الهندسه والحاسبات تطوير المقررات، لان طبعا اصبح جزء من المقررات دي قديم او عفى عليه الزمن، كل يوم بينزل اجيال جديده وتطبيقات جديده ولغات برمجه جديده، والدنيا اختلفت تماما، دلوقتي عملات رقميه، عملات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل حاجه في كل المجالات، وحضراتكم شايفين يوميا ايه اللي بيحصل، حتى في الحرب على غزه شايفين انتوا الذكاء الاصطناعي كيف يلعب دورا خطيرا في مثلا في اعتماد جيش زي الجيش الاسرائيلي في الحرب على غزه، ومع ذلك طبعا الذكاء الاصطناعي له اخفاقات، وانا متاكد يعني حضراتكم هتوضحوا النقطه دي اكتر مني، بس كفائدة برضه هو له تطبيقات لا يجب ألا نغفل عنها أو يعني نتجاهلها. طيب تطوير برامج إعداد المعلمين في كلية التربية، وده جزء من مشكلة كبير جدا، إن إحنا كتير من كلياتنا بتركز على الذكاء الاصطناعي في أدنى مستوياته، اللي هو المستوى المعرفي
طب المهارات، ماذا عن المهارات؟ نتيجة قصور الإمكانيات، هل فعلا الطالب الجامعي بيتعلم المهارات الحقيقية؟ هل فعلا بيقدر يستخدم التطبيقات استخدام مفيد وبيقدر يحمي خصوصيته وبيقدر يبقى مواطن رقمي كما ينبغي أن يكون، ولا الوضع إيه بالظبط؟ دي لازم نفكر فيها. شفتوا حضراتكم توظيف الذكاء الاصطناعي ازاي؟ مثلا لما حضرتك بتكتب كلمه غزه او اي حاجه تشير للقضيه، التضييق على المحتوى بيسموها، دي كلها برامج ذكاء اصطناعي. حضرتك لما بتكتب نص، حضراتكم سمعتوا من اول الحرب على غزه ايه اللي حصل بالظبط، يبقى هذه النصوص حجمت وحجمت بحيث ما حدش يطلع عليها او غيره، وعلى اليوتيوب وغيره. فحضراتكم برضو احنا بنعيش، احنا يعني يوميا طول ما انت ماسك الموبايل الذكاء الاصطناعي شغال معاك وانت بتتفاعل معاه بصوره مباشره او غير مباشره. طيب تعليم وتدريب الطلبة، طبعا انت اكيد اعداد وتطوير المحتوى الذكي، لازم تدي فرق في المحتوى العربي وغيره. فدي برضو من النقاط اللي احنا لازم نفكر فيها، اعداد دورات تشجيع الشركات، كل دي نقاط لازم نحطها في الاعتبار. المعوقات طبعا ارتفاع تكاليف البنية، عدم توفر الامكانيات، مش كل الدول العربيه زي بعض، مش كل المناطق في الدوله نفس الدوله ليها نفس الامكانيات، وبرضه لازم نفكر في حكايه الطلاب والاساتذه المدربين فعلا، لان هنا بنتكلم على الاساتذه دي اعداد كبيره وشرح مختلفه، والثقافه التكنولوجيه، التشريعات لازم نفكر فيها في تطويرها. الحمد لله الدول العربيه ابتدت تعمل تشريعات خاصه بحمايه الخصوصيه، كيف التعامل مع الذكاء الاصطناعي، اخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. شفتوا انتم الجامعات ابتدت جامعات كثيره غربيه متقدمه بتمنع استخدام الذكاء الاصطناعي. هنا يعني مش هقدر اطول عليكم اكتر من كده، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا، منتظر حضراتكم في اي تعليم. كل الشكر لحضرتك بروف خالد على هذه المعلومات الوفيرة والثرية، وأكيد استفدنا منها جميعا، وسنبدأ إن شاء الله فتح باب الاستفسارات والأسئلة والمناقشات والمداخلات من حضراتكم، ومعنا في المتحدثين الرئيسيين في هذا المؤتمر بروف زكريا، تحدث عن الذكاء الاصطناعي ودوره في تحديث واستدامة المنظومة الزراعية العربية. معانا بروف رحاب رجب، تحدثت عن الذكاء الاصطناعي وما وراء الآفاق في جماليات التصميم الفني. معانا بروف محمد زايد، تحدث عن استخدام شبكات النانو اللاسلكية لأغراض طبية في جسم الإنسان. معانا بروف خالد صلاح، تحدث عن دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الجامعي. أستأذن حضراتكم في الضغط على ريز هاند حتى نبدأ تلقي استفسارات حضراتكم وتحديد الاستفسار موجه لمن. هل هناك استفسارات؟ من لم يتمكن من تشغيل الصوت يمكنه الكتابة في الشات، وسيتم الإجابة على كل الاستفسارات الخاصة بحضراتكم. بروف رحاب، توجد بعض الاستفسارات في الشات، من ضمنها استفسار الأستاذة بشائر قاسم، تقول هل استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي وتطويره بحيث يفوق البشر يشكل خطرا على الإنسانية؟
ناخد يعني ممكن ناخد الأمر من كذا ناحية. بروف خالد ممكن حضرتك تبدأ، بروف زكريا ممكن حضرتك تشغل الكام، وبروف رحاب المشاركة معنا في الإجابة على السلام الاستفسارات. عليكم، اهلا بيك. تمام، مع حضرتك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور حبه لاتاحه الفرصه لي للرد على هذا السؤال. في الحقيقه هو سؤال عميق وسؤال جوهري. يعني حضرتك بص، صاحبه السؤال او صاحب السؤال بشكر حضرتك او حضرتها عليه. هو السؤال ده انشغل بيه العلماء المفكرين في انحاء العالم. انقسموا مجموعه من المدارس، في اصحاب عارفين زي حضراتكم زي سيناريوهات المستقبل، دايما في سيناريو تشاؤمي بيرى ان هلكه البشريه وان احنا في سباق مع الاله، والاله في يوم من الايام هي اللي هتسود، وبالعكس بعد كده الروبوت هيشاور علينا ويحط لنا في متاحف يقول لك ده المخ البشري بتاع زمان او الكائنات البدائيه. ده تصور. المدرسه دي اسمها البوست هيومانيزم، ما بعد الانسانيه، موجوده في فرنسا بالذات، في المانيا هتلاقي فلاسفه واتجاه فلسفي ابتدى يؤسس يعني تنظير وافكار كثيره جدا. وده يعني خلاص سيناريو النهايه ان احنا خلاص المحتومه، ان الغلبه والفوز والتحكم في الكون كله او الارض، يعني كوكب الارض هيبقى الاله. ده سيناريو تشاؤمي، انا مش مع هذا السيناريو. انا كده السيناريو رقم اثنين تفاؤلي، لا بالعكس، الاله مهما كانت ذكائها لن يستطيع ان يتغلب على ذكاء البشر، لان البشر هو خالقها، هو صانعها تحديدا بالنسبه للاله، تمام، بتمكين من الله طبعا. انا مش بتكلم زي اصحاب المدارس الغربيه، لكن ان احنا ممكن نستفيد من الذكاء ده في تسهيل حياه البشر. يعني حضرتك يعني بص دلوقتي كلنا سمعنا انترنت الاشياء، يعني حضرتك دلوقتي اصحاب الافكار دي او المدرسه دي في الذكاء الاصطناعي او الفلاسفه بيبصوا ان انت حضرتك باشاره العين او بالصوت المساعد الصوتي اليكسا او غيره او بالاشاره الجهاز ده هيفتح او هيقفل او الثلاجه او النور او غيره، فبيروا ان الذكاء الاصطناعي تخزن الاف الجيجات في مخك. ممكن العقل البشري ما استطاعش يخزن كل المعلومات والبيانات دي، تقدر في لحظه تقدر تجيب كانك سجل مدني متنقل. فطبعا دي كلها حاجات هتخلي حياه البشر ايه بالمقارنه بالعصور بتاعت حضاره الانسان فرعون. يمكن احنا عايشين حياه افضل من حياه فرعون اذا قارنا التكنولوجيا وفرق الامكانيات الهائل. فطبعا ده باتجاه تفاؤلي او اتجاه عموما بيرى ان مهما كان الاله لن تستطيع ان تتغلب على الذكاء البشري، لكن احنا ممكن نستفيد اصحاب الاتجاه الوسطي، ممكن نستفيد بعض الاستفادات مع الحذر من المساوئ. اكيد استخدام التكنولوجيا دول مساوئ، بيستهلك موارد الارض، بيزود البصمه الكربونيه، في حاجات احنا اكيد متفقين عليها، محتاج بقى ايه استهلاك طاقه، كهرباء، وقود احفوري، الكلام ده كله له مخاطر على البيئه ومردود، يعني مردود ممكن يكون سلبي. برضو ان في بعض البشر ممكن توظف الذكاء الاصطناعي زي ما احنا قلنا في ابحاث الترقي، وانا اعمل بحث ليه؟ انا هكتب للاله، وفي كتير بقى برامج من غير ما اقول اسمائها دلوقتي ببساطه ضغطه زرار ممكن يعمل لك البحث من اي تو زي خالص ومتوثق. طب ايه بقى القصه؟ طبعا الجامعات البريطانيه، انا ما اتكلمتش عن النقطه دي، ما حبيتش اطول في عرضي، بعض الجامعات البريطانيه والامريكيه تمنع تحظر استخدام الموبايل او الالكترونكس او الادوات عموما للاليه مع طلاب الجامعه تحديدا، زي دكتوره اسمها سوزان دينارسكي منعت، استاذه في جامعه شيكاغو على ما اتذكر، منعت خالص ان اي طالب يدخل المحاضره بتاعتها باله. ليه؟ لان بتستخدم في الغش، بتشتت الانتباه، بيسموا الطلاب دول في علم النفس المالتي تاسكرز، الطلبه اللي بيستخدموا الموبايل مثلا بيذاكروا عن طريق بيسمعوا موسيقى وبيفتحوا ابلكيشن تاني اللي هم متعددوا المهام. عملت ابحاث علم النفس عليهم درجات ومقارنات واختبارات، فلقيت ان ادائهم بينخفض نتيجه عنصر التشتت. وعشان كده مفكرين كتير وفلاسفه حضراتكم عارفين كتاب المشهور الان دونو ده اللي هو اسمه نظام التفاهه، ان احنا دلوقتي حياتنا غرقت في التفاهه نتيجه الذكاء الاصطناعي عمال يرمي لنا حاجات ومحتويات، فكل واحد ماسك الموبايل ومشغول بيه. وحضرتك يا دكتور رحاب اكيد سمعتي، حضرتك استاذه المعلومات، فاكيد حضرتك سمعتي عن مرض ابتدينا نشخصه ولا ديستربنس اللي اسمه نوموفوبيا. ان يعني ايه نوموفوبيا؟ نو موبايل فوبيا، الخوف من فقدان الموبايل، الانسان مش قادر يسيب الموبايل. طبعا ابحاث كثيره اساتذه علم النفس اللي معانا والاطباء هيقول لك ان هرمون الدوبامين، هرمون السيروتونين، هرمون المكافاه والريوردنج هرمونز والكلام ده كله بيزيد 300 ضعف، كانك بتاخد مخدرات رقميه. ابتدينا نتكلم، لا حضرتك زي ما بتقولي الذكاء الاصطناعي له جوانب ايجابيه، ده انا ما فيهاش كلام، ضروره ضروره انا مسلم بذلك. انت بتتكلمي عن خالد صلاح كرايه الشخصي او كرايه انا استشفته من القراءات، لكن له مسالبه، له عيوبه، له مساوئه اكيد هنغرق فيها، تؤدي لزياده امراض اللي هي بقى عموما مواقع التواصل الذكاء الاصطناعي وغيره والتطبيقات، تؤدي لزياده امراض الاكتئاب، الامراض النفسيه، انتشار امراض كثيره كثيره، التوحد السلوكي، حاجات كثيره جدا ومشاكل مترتبه على الافراط والادمان. ده من الوسطيه مطلوبه في اي شيء،
الذكاء الاصطناعي اذا استخدم استخدام جيد، استخدام مقنن، هيؤدي لنتائج جيده. ده رأي شخصي، وحضراتكم اللي تشاركوا طبعا بالاراء اكثر. شكرا جزيلا. كل الشكر لحضرتك بروف خالد، واكيد الوسطيه والاعتدال في كل شيء يعني ده مبدأنا وده عملنا وديننا الوسطيه. في استفسار بروف زكريا، حضرتك عايز تعقب على الاستفسار ده؟ هو الحقيقه انا بدون مستر حضراتكم الدكتور خالد ان طبعا كل تقنيه بيبقى ليها ايجابيات وليها سلبيات، ممكن السلبيات تكون متوقعه وممكن بعد فتره يبقى فيها سلبيات كبيره. يعني احنا نقول طبعا تقنيه الذكاء الاصطناعي وشفنا مجالاتها في كل مناحي الحياه، وفي العلوم وحتى في الاداب، في الثقافه، في الزراعه، في الطب، وتوقعات باستفاده اكتر واكتر. لكن لكل مجال مغرم. هذه التكنولوجيا يعني كنت احب جدا ان اسمع محاضره من الناحيه التشريعيه والناحيه القانونيه واللي ممكن يحصل. احنا شايفين دلوقتي ان بعض ممكن نجيب حد مغني بشكله بصورته بصوته يغني اغاني تانية، وممكن طبعا دي مشكله ان في ناس دلوقتي ان بتعمل استعاده ان بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ان يجيبوا صوت وصوره ويتحدثوا معاه اموات كانوا موجودين. يعني في حاجات كتيره وممكن يحصل اكتر في المستقبل، فلابد ان احنا ناخد المغنم من هذه التكنولوجيا الحديثه اللي هتوفر لي في الوقت، اللي هتعمل لي كواليتي اوف لايف. والناحيه الثانيه اللي ممكن يبقى لكل الشق الثاني من التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تستخدم في النصب، اللي ممكن تستخدم في الحاجات الاجراميه، لا يعني او حتى في النواحي، يعني في الناحيه الطبيه ممكن يبقى شق كويس جدا وممكن يبقى شق سلبي. فلابد ان احنا ننظر للمسلوب للمنظور الاخلاقي والانساني، لكن في النهايه ان كل هذه التكنولوجيا بتبسط لنا الحياه، واللي ممكن يقول لك الروبوت ده ممكن يغلب البني ادم او ان هو يبقى اسرع منه او انه خلق او انشاء من الانسان اللي هو من خلق الله سبحانه وتعالى، اللي هو الاصل اللي هو انشا هذا الكون كله. وياريت ان احنا نستخدمها في التنميه وفي الاستدامه وفي تبسيط الحياه ودرجه الحياه كواليتي اوف لايف. شكرا جزيلا. وألف شكر بروف زكريا، وأنا أؤيد حضرتك طبعا، إحنا لو استخدمناه في تيسير الحياة هيساعدنا كتير جدا، بس ده محتاج مهارات وعلم كتير قوي، إن الموضوع برضو مش بسيط، فلازم مننا جهد كبير، ولازم يكون عندنا إن إحنا قابلية وحب للتعلم الموضوع الجديد ده وبرمجته، أكيد هنحصل على نتائج أعلى بكتير. نتلقى استفسار دكتورة رشا، اتفضلي. دكتورة رشا وأستاذة رشا، اتفضلي حضرتك، عاملة ريز هاند. أستاذة رشا تفضلي، يمكن ضغط على المايك، تفضلي. شكرا لحضرتك دكتور خالد، شكرا لشرح حضرتك الوافي. كنت بس عايز استفسر عن حاجة، لو انا استخدمت الذكاء الاصطناعي في كتابة اجزاء مثلا من البحث زي ما حضرتك قلت، فهل ده بيطلع في جزء البلجاريزم او بيأثر على البحث نفسه؟ وهل في مجلات بتمنع الموضوع ده او بتكتشف؟ لان انا سمعت حاجة زي كده ان في مجلات عاملة زي برامج بتكتشف هل الابحاث مكتوبة بالذكاء الاصطناعي او لا، فهل ده بيأثر على البحث وكده ولا ايه النظام؟ شكرا جدا لحضرتك. تفضل بروفيسور، هذا كده اضغط على المايك معلش. شكرا جزيلا. سؤال حضرتك وسؤال مهم. هو دلوقتي في سباق بين اتنين برامج، اللي هو في كشف الاقتباس اللي هي زي اوثنتيكيت وترنت ان، اللي احنا بنستخدمه في الجامعات المصريه ومجلس اعلى الجامعات والمكتبه الرقميه. فده بيستخدم في دلوقتي سباق بين برامج بتكشف الذكاء الاصطناعي وفي برامج مقابله ليها بتعمل يعني عدم كشف، ما يبقاش في ديتكشن للموضوع ده. انت بتتكلمي بالجانب الاخلاقي، الجانب الاخلاقي الباحث اذا كان هيكتب ان هو استخدم الذكاء الاصطناعي زي الباحثين اللي نشروا مجله نيتشر وكتبوا ان المجله الورقه كلها عن اعداد الذكاء الاصطناعي، دي ما فيهاش حاجه طالما في امانه علميه، طالما انت قلت المصدر او المؤلف اوكي ما فيش مشكله. اذا كان ارقى مجله في العالم او اللي هو كيو 1 وحاجات زي كده اعترفت بيه، وفي باحثين كتير شفت انا اوراق بحثيه يمكن عربيه او حاجه كاتب الباحث رقم واحد المثل المؤلف الاصلي اللي هو البشري، رقم اتنين الذكاء الاصطناعي. شفت انا حاجه زي كده على فكره ومنشوره عادي معترف بيها عالميا، ابتدى يؤسس لهذه الحاجات الممارسات عالميا. من الناحيه الاخلاقيه حضرتك هتخفي خالص حكايه الذكاء الاصطناعي
هتعرضي نفسك للمخاطره. يعني ما ادراكي ان البرنامج اللي هتستخدمه الجامعه او المجله اللي حضرتك هتبعتي فيها ما يكونش متقدم وبيكشف تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ثانيا، في مشكله انا قلت نبهت عليها في الاول، ما اعرفش كانت واضحه ولا لا. البرامج الذكاء الاصطناعي مع اللغه العربيه، ما لما استخدمت الشات جي بي تي كنت بسال مثلا عن شبه جزيره سيناء من سنتين، الاجابه رقيقه كانك فاتحه موسوعه الويكيبيديا واللغه العربيه غريبه. انا نفسي ما ايه ده، مش عاجبني حقيقه مستوى اللغه العربيه، فاهم كان كلام مترجم ترجمه حرفيه. فما واضح ان هو خد النص، دخل على الانترنت قواعد البيانات وجاب النص اللي موجود على ويكيبيديا او غيرها. اوكي، دلوقتي امبارح برضو كنت بختبر حاجه في الذكاء الاصطناعي، اعتقد برنامج كوبايلوت ده، اعتقد من شركه، يعني تطبيق موجود ابلكيشن على مجاني او جزء منه مجاني، جربته فلقيت الاجابه بقت محكمه واللغه منضبطه. انا واحد تخصصي اصول تربيه يعني فلسفي، فاللغه بتضح ان اللغه ايه ارقى، فواضح ان في تحدي في الموضوع ده. بس عموما لحد دلوقتي برامج اللغه العربيه سواء برامج كشف الاقتباس فيها مشاكل كتير، يعني اللغه دي عامله فرق كبير في النتائج. حضرتك انا دخلت بابحاث مثلا لسه متلاقي درجه استاذ من قريب، في ابحاث بلاقي نسبه الاقتباس 0 او 2%. ازاي؟ انا نوع الابحاث اللي عندي تاريخي فلسفي، يعني اكيد ان انا اخدت مراجعه دي منطقيا، يعني ولا انت ايه راي حضراتكم؟ وانا تربيه يعني مش اكيد مش هعيد ابتكار العجله، فلاقي نسب الاقتباس غريبه جدا 2% و3%، ابحاث اخرى 23 و40 و5. ايه الحكايه؟ فاللغه لو كتبت بالانجليزي هلاقي نسب الاقتباس عالت قوي، مع ان انا في عاده لازم هجيب النص وعلق عليه، دي طريقه الابحاث عندنا، دي طريقه تمام، فلاقي اكيد نسبه الاقتباس هتبقى عاليه، او اكيد مش 0%، اكيد ان انا مش عامل كل الدراسات السابقه دي مش موجوده. فبص خلي بالك حضرتك، يعني انصحك برامج الذكاء الاصطناعي اذا كنت هتستخدميها بصوره واضحه، بس يعني ما فيش حاجه لحد دلوقتي في مجلس اعلى الجامعات يعني الحته دي تحديدا بتناقش لسه في الجلسات، ما فيش قوانين يعني واضحه اقدر اقول لك عليها. انا اخر واحد مريت اهو بتجربه المفروض في الترقيه على قواعد مجلس اعلى الجامعات كلها، شفتها في كل المراحل الحمد لله تمام. ف في مشاكل عندهم الدبل بابليكيشن، تغيير بعض الكلمات، لكن انت حضرتك انصحك زي ما بشوف الابحاث في الطب وفي الهندسه وغيره، اللي خصوصا اللي بينشروا باللغه الانجليزيه بيعملوا حاجه اسمها بارا فريزنج، بيمسك البحث وغير يدي معنى الكلمات بحيث يقلل شويه نسب الاقتباس. نسب الاقتباس بتعتمد في مصر على كل 9 كلمات متجاورات مع بعض بيحسبها لك، بيبتدي يحسب لك ان ده اقتباس او غيره. فحضرتك بيبقى في طريقه معينه للتعامل مع البرامج اللي هي الاقتباس زي ترنت ان اللي بيستخدم عندنا في الجامعات المصريه. بس الذكاء الاصطناعي ما اقدرش انصحك ببرنامج معين، شفت كتير اساتذه انا بدخل على لينكد ان، زمايل لينا اساتذه في كليه التربيه جامعه اسكندريه، برامج كتيره جدا بتعدلك البحث من اي تو زي، ما بتتكشف، بتدعي بتقول ان هي ما بتتكشفش تمام. بس حقيقه برضو بسمع في الصحف او الكتابات الاجنبيه ان في برامج مضاده وحاجات زي كده، فانت عشان ما تدخليش تحت مقصله القانون او يبقى في مشكله اخلاقيه، يا اما توثقي تقولي ان المصدر فيه ذكاء اصطناعي زي ما باحثين غربيين عملوا كده وعرب كمان عملوا كده والمجلات بتقبل، في مجلات بتقبل، او اذا كانت المجله بتمنع بيبقى في رولز معموله على السايت بتاع المجله واضحه تمام، خصوصا بعض المجلات المتقدمه ما يخص الذكاء الاصطناعي اذا كانت بتمنع اصلا تجرم ذلك ولا الموضوع تمام ومستباح. لسه الذكاء الاصطناعي فيه جدل، اصل الموضوع دلوقتي فيه ديبيت، الذكاء جامعات كتيره اساتذه الجامعات كرهوا الذكاء الاصطناعي بسبب الغش والطلبه على الجهاز، الطلبه الغربيين عايزين كله على الجهاز، مفيش اساينمنت للذكاء الاصطناعي اللي بيعمل الواجب، فاصبح الموضوع فيه مضايقه ليهم لانه بيحد من قدرات الطالب التحليليه والابداعيه وانه يدور على المصريين المعلومه، مش أحسن عايزين برضه يذاكروا الرفق، بالطريقه. اه مش اكيد الغربيين فقط المصريين. هو الموضوع اكيد مطلع. استسهال، يعني احنا لو حابين البحث العلمي ان احنا المفروض نصبر عليه ونتحمل كتير عشان احنا نعمل حاجة بنفسنا، وزي ما حضرتك قلت هو البارافريز، انا اعيد افهم الجملة واكتبها بصياغتي انا، عمري ما هيحصل هيكون في بلاجرست، لان اكيد هيكون لينا دور مختلف تماما عن اللي احنا اخذنا منهم مهما اخذنا من عدد من المصادر المختلفه. هي نصيحه عامه ان انا ما اخدش من اي مصدر اكثر من 40 كلمه ويكون الكلمات مش متتاليه، يعني انا هاخد من المصدر ده 40 كلمه اضمن ان انا بعدي نسبه البلاجيريزم بتاعتي خالص يعني. فشكرا لحضرتك بروف خالد، شكرا استاذه رشا ودكتوره رشا. تضيف حاجة بس بعد إذنك يا دكتورة في ما الموضوع في ده، سؤال لأنه لحضرتك، حديث حضرتك تضيفه وهتجاوب على السؤال القادم، وبعدين ننتقل لمحاضرة بروف محمد. اتفضل حضرتك يا بروف. هو حقيقة يعني باختصار هو حديث ذو شجون، هو في صراع تكنولوجي حاليا وفي أخلاقيات البحث العلمي وأخلاقيات البحث.
انا لما كنت في الماستر في الماجستير، لما كنت بعمل الريفيو الليتشر للرساله بتاعتي، كان المشرف رحمه الله استاذ عظيم كان يقول انت لما بتيجي تقتبس او تاخد حاجه لابد انك تبقى امين، تاخدها زي ما كده از اتيز. لما كبرنا قالوا لا، لازم تغير في الصياغه والا تبقى نعمل بلجازم. السرقه هي ايه؟ اقتباس الكلمه المهذبه او احتيال او سرقه علميه. تمام؟ صحيح. فان انا عضو اللجنه العلميه الدائمه للعلوم الزراعيه في المركز القومي للبحوث. فبيجي ناس تترقى استاذ مساعد واستاذ. تمام. فبيعملوا الابحاث بيدخلوا على البرنامج البلاجيزم عشان ما تزيدش عن 25% حتى بعد النشر. لما بيجي يعملوا ريفيو ارتكل او ستيت اوف ذا ارت بنزودها لغايه 35%. فطبعا احنا احيانا بنلاقيها الريبورت 8% وزي ما الدكتور خالد بيقول 2% او 0%. لما نيجي نقرا بقى بنجد ان هو بقى يعني اي زي ما كنا بنتكلم بالبلدي، وهنروح ونروح، يعني جمله بوينت وبعد كده اند، كلمه جمله في اللغه الانجليزيه بتبتدي باند اللي هي ايه كابيتال اند، يعني ايه وهنكمل مع بعض وهنعيش حياتنا، كلام لا ليس له معنى عشان يخرج من مجلس. دلوقتي بالارتفيشال انتليجنت والذكاء الاصطناعي، في ممكن دلوقتي يعمل البحث من اي تو زد او ويسهل على نفسه. وفي بعض المجلات، مش هنقول تحت بير السلم، لا ده مجلات ممكن اللي هي بتبقى مش عايز اقول يعني في مجلات اسكوبس، بس هي عايزه فلوس فتقبل اي حاجه وتنشر. بعد كده بنبتدي نعملها، بيعملوا على برامج بلاش جزم. بس يعني دلوقتي هو اولا اخلاقيات البحث العلمي واخلاقيات وضمير الباحث، وبعد كده الصراع هيتنيه قائم. يعني في ناس هتعمل برنامج بفلوس وبرنامج قوي هتشتريه بفلوس وهتعمل البحث ومش وهي وهتروح على برامج تانية وهتتقبل. بعد كده هيعملوا برامج أقوى يعرفوا إن ده معمول بطريقة الذكاء الاصطناعي وهيترفض في المجلات وهكذا. فهي بتعتمد على الأخلاقيات البحث العلمي وأخلاقيات الباحث، وربنا ييسر إن شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك عفوا. استاذ زكريا. في استفسار جانا في الشات قبل محاضره بروف محمد، هل يمكن التفاعل مع الشعور للروبوتات المطوره وقيادتها بالمشاعر؟ هو هو دكتوره يعني انا بشائر شفت معانا او دكتور بشار؟ انا هو انا عموما لو حضرتك تسمحوا لي بالتعليق، شفت من كام يوم افلام بالموضوع ده، ان الاله ابتدت تكون عندها في مشاعر. مش فاكر ده كان فيلم اجنبي في الفتره الاخيره دي بالذات، يعني يمكن متداولين كتير جدا، ان الاله ابتدت تكون مشاعر مع الانسان، وابتدت تتكون علاقات وثيقه عاطفيه كمان، ربما يستغني بيها عن الناس كلها. انا شفت يعني حاجات زي كده، وحضراتكم اظن بس مش متذكر اسامي الافلام دي، منتشره جدا. بيقولوا بيتوقعوا زي فيلم ميلينيوم بتاع وروبرت جيبسون، ولا صوفيا، مش عارف فيلم روبرت الطفل اللي صوفيا هيبقى عنده عملوا مشاعر معاها والدنيا مقابلة في السعودية، ويعني صوفيا بتبتسم برضو لما روبوت. لما بتسمع حاجة يعني تسعدها بتبتسم، ووجهها عليه الملامح المشاعر. بس هل الاستفسار المقصود دكتورة بشار حضرتك تقصدي كده، ولا هو ان هو يفهم مشاعر الإنسان؟ ممكن حضرتك تتكلمي مايك ولا صعب؟ هو عموما يا دكتور، حابب الرد على السؤال بتاع الدكتوره. واحنا دلوقتي في مراحل زي ما قال دكتور زكريا، مراحل تطور، فممكن نشوف في يوم من الايام تبقى في علاقات فعلا ارتباط بالروبوت وثيقه جدا. ده احتمال كبير، مش قادر انفيه، ده حاجه بقى ايه استشراف المستقبل. لكن فعلا زي ما حضرتك قلتي للروبوت صوفيا، تعابير الوجه وان هي تدي انطباع لما انت تكون مقشر او هي غضبانه او غيره، او انت الاستجابه بتاعتها بتختلف. ده اكيد، ده في حصل تقدم، ما ده اسمه تعلم الاله، الديب ليرنينج والماشين صحيح. ليرنينج والكلام ده. ده موضوع كبير ما يعني، بس ممكن في يوم من الايام ممكن يحصل ان بعض البشر يتعلقوا بالاله والاله تتعلق بيه ويستكفوا كده، تبقى حياتهم يبقى انسان الي والنص الحياه الثانيه اللي هو الانسان البشري. ممكن يمكن تفضلي أستاذة بشار، تفضلي، المايك مفتوح. دكتورة مريم، أنا مش سامعين، مين هيكون معنا؟ أستاذة بشائر، حضرتك طلبتي منها المداخلة ممكن؟
تمام، هو المايك شغال عندها بس احنا مش سامعين صوت. نعم. لا كده خرجت. طيب احنا علشان عندنا المحاضرة الأخيرة لبروف محمد، يعني سنستسمح حضراتكم ان احنا نؤجل الاستفسارات فيما بعد المحاضرة حتى تتكون الفكرة ونعرض الروابط التنظيمية والمنطقية بين نماذج الذكاء الاصطناعي واللغة العربية القانونية. وكان في من يستفسر ويرغب في يعني أن تكون هناك محاضرة قانونية حول الأمر، فسيفيدنا بها إن شاء الله الأستاذ الدكتور محمد عبد الكريم أحمد عبد الكريم الحسيني، أستاذ القانون الجنائي المشارك وعميد كلية الشريعة والقانون، حائز على دكتوراه في الفلسفة بمرتبة الشرف من جامعة القاهرة، حائز على ماجستير العلوم الجنائية ودكتوراه ثانية في القانون الجنائي بمرتبة الشرف في موضوع النظرية العامة للغة القانونية أصولها وأحكامها وواقعها القانوني المعاصر، له اهتمامات باللغة العربية العلمية في المجالات القانونية والفلسفية والشرعية، وهو مؤسس منتدى اللغة العربية العلمية ومنسقه العام، له عدة أبحاث محكمة في الذكاء الاصطناعي منها النظرية العامة للعدالة القانونية الرقمية، أصول الحوكمة القانونية ومعاييرها الدولية، إشكالية المفاهيم ومقومات التكامل بين العلوم الإنسانية والتطبيقية وغيرها من الأبحاث، وقد درس بعض المواد ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي مثل القانون وتكنولوجيا المعلومات، أصول الفقه الرقمي، المنطق الشرعي والقانوني. اتفضل بروف محمد، مع حضرتك صلاحية الصوت وتبدأ بإلقاء المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعليكم والحمد السلام لله ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أشكر المنظمين والمحاضرين الأول التاسع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأشكر منصة أريد ومعالي البروفيسورة رحاب ومعالي البروفيسورة مريم. شكرا لكم جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة. أبدأ فأقول في هذه المحاضرة: علم القانون، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة. يأتي علم القانون باعتباره علماً أوحداً. علم القانون يعني له سيادة، يعني سيادة على سائر العلوم. لماذا؟ لأنه علم منظم، هكذا هو. أنا تخصص الأول ليس قانونياً، أنا تخصص الأول فلسفي، معي دكتوراه في الفلسفة ودرست في الفلسفة، ولكن بعد ذلك تقونا إن صح اللفظ ودرست المراحل الأكاديمية في جامعة القاهرة، طالب ليسانس، ماجستير، دكتوراه في القانون، وها أنا ذا بفضل الله أستاذ في القانون الجنائي وعميد كلية الشريعة والقانون. يعني الشاهد، علم القانون علم سيد، علم منظم، له قيمة ومقام معين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن التحول الرقمي في القانون له أثر وله خطورته وله يعني فاعليته التي تمس كل واحد منا. أي تحول رقمي في كل علم يصيب أهل العلم والمختصين فيه إلا القانون. القانون يؤثر على الجميع، فبالتالي هذا هو الموضوع: التحول الرقمي وأثر القانون. ولكن أنا أثرت أن أذكر يعني سر هذا العشق ما بين القانون وما بين التكنولوجيا، وعلى الأخص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ولئن سأل سائل: وما العشق الذي بينهما؟ العشق الذي بينهما أن الذكاء الاصطناعي من أوائل المجالات التي حاز عليها واستحوذ عليها هو المجال القانوني. من أوائل المجالات التي استحوذ عليها الذكاء الاصطناعي كان المجال القانوني، بمعنى أن الوظائف القانونية مهددة بالخطأ. ثم كان المجال الثاني أو العلم الثاني أو الحقل المعرفي الثاني الذي سطى عليه الذكاء الاصطناعي كان هو حقل ماذا؟ كان هو حقل العلوم، علوم الإيه؟ المحاسبة. لماذا؟ لعلاقتها بالحساب وعلوم الحساب. السر في هذا العشق
وفي هذا الاستلاب كما أسميه الاستلاب الذكائي للعلوم القانونية والوظائف القانونية وكذلك وظائف المحاسبة ومعظم الوظائف المتعلقة بالرياضيات بالماث بالماتيماتكس. السر أن الذكاء الاصطناعي يعيش ويقتات ويغذو على هذا. الذكاء الاصطناعي بالنظر إليه هو نظرية في محاكاة عمل العقل البشري أو نظرية في محاكاة الذهن البشري، فهو يحاول أن يحاكي عمل الإنسان. الذكاء الاصطناعي جوهره وروحه وأصله هو ماذا؟ هو المنطق اللوجيك، وهذا المنطق الذي يعيش ويقتات ويغذو به الذكاء الاصطناعي هو المنطق البسيط جدا في أبسط درجاته، الباينري سيستم، اللغة الثنائية، لغة العد الثنائي التي يقوم عليها الكمبيوتر أجمع، علوم الحاسوب أجمع إلى الآن، فزيرو وان، وهذه طبعا إيه لأسباب كثيرة. ثم المراحل الأعلى ألا وهو المنطق البولوني، يعني بولينيان لوجيك، طبعا أمر معروف، يعني جورج بول هذا العالم البريطاني المشهور في منطقه الذي استفاد من منطق ليبنتز قبلهم الفيلسوف الرائد الديكارتي أيضا. فالذكاء الاصطناعي يعمل بالروح المنطقية، المنطق هو جوهر الذكاء الاصطناعي. هذا يدعونا إلى سؤال القانون. القانون هو عبارة عن فلسفة وعبارة عن منطق وعن لغة. انظروا إلى هذه الثلاثية، أرجو أن تظهر صورتي، لست أرى صورتي يا معالي الدكتور. أنا شايفة أنا فاتح الكاميرا. شايفين أفعل. ممكن حضرتك القانون فول سكرين للعرض؟ فول سكرين علامة الكأس في أسفل الشاشة. نعم بروف رحب، هو العرض من عندي، لكن الآن في أي نعم في أي في أي شريحة حضرتك الآن؟ الشريحة الأولى، أنا لازلت يعني أعطي تمهيد، الشريحة الثانية. لا الثانية دكتورة مريم. تفضل. اوكي تمام. بروف محمد حضرتك معانا؟ بروف محمد بروف محمد الصوت انقطع لديكم. نعم تمام كده، لان فقط. البرنامج لعله اعاد نفسه. أعود فأقول العلاقة الحميمة ما بين القانون والذكاء الاصطناعي سببها الرئيس أن القانون مقوناته ثلاثة. المكون القانون الأول الفلسفة، فالقانون فكرة العدالة هي فكرة فلسفية. ما العدالة؟ ما أسس العدالة؟ ما أصول العدالة؟ كيف أكون عادلا؟ كيف تعدل بين الناس؟ هذه فكرة عامة لا يدرسها علم تجريبي متخصص، والفلسفة تدرس كل ما هو عام، فهي عبارة عن أنساق عامة. فبالتالي فكرة العدالة فكرة فلسفية. والذكاء الاصطناعي بالمناسبة الفلسفة تقوم في أصله، وهو يقوم على أساسها اللي هي الفلسفة، فلسفة الذكاء الاصطناعي أو الفلسفة الذكائية. هذا هو السر الأول في العلاقة القانونية الذكائية أو العلاقة القانونية الرقمية. السر الثاني في المنطق، فالقانون هو منطق. عندما تطبق العدالة عليك على غيرنا تطبق على الجميع، هذا الأمر يعني هو منطق العدالة. فلا يصح أبدا أن أجير أو أجير أو أجور على أحد على حساب أحد. ومعظم دساتير العالم بل أجمع تقول المواطنون أمام القانون سواء. المواطنون أجمع، حتى المقيمون
على أرض ما يخضعون لسلطتها التشريعية، فبالتالي المواطنون والمقيمون والكافة يقعون تحت طائلة القانون على وجه سواء. انظروا، يبقى أول شيء شيء فلسفي، والفلسفة شيء عام، والذكاء الاصطناعي يقوم على فلسفة معينة. اثنان، المنطق. فالمنطق كما قلنا يتعلق بالعدالة وبمبادئ القانون، ولابد من منطق قانوني لا يفرق بين أحد. الأمر الثالث والسر الثالث في العلاقة الخاصة ما بين القانون وما بين الذكاء الاصطناعي AI Artificial Intelligence هي اللغة. اللغة، القانون له لغة معينة. لغة القانون لغة علمية منمقة منطقية قياسية مرتبة نسقية تكاملية ترابطية، يمكن التنبؤ بالقادم منها من خلالها. عندما أقول جريمة، كلمة جريمة، هذا الكونسبت، هذا المفهوم جريمة، تقول لي جريمة، ما هناك مثلا جنحة وهناك مخالفة وهناك جريمة، فإذا قلت جريمة يعني تتنبأ مباشرة، جريمة يعني فعل جلل له أثر قانوني، هذا الأثر يتمثل في الحبس أو السجن أو يصل إلى الإعدام. انظروا، يعني هذه خطورة. كلمة جريمة فقط بيّنت عن ذلك. جريمة تعني لابد من هناك، يعني أن يوجد ركن معنوي، ركن مادي، ركن شرعي. جريمة تعني الحبس وحبس الحريات، وتعني المصادرة المالية. مخالف كونسبت أيضا قانوني مشهور. الذكاء الاصطناعي يستملح هذا، يحب هذا، لأن الكلمات منطقية، كل كلمة لها مواضعها. بالتالي نستطيع أن نخلص إلى هذا المبدأ، العلاقة بين القانون وبين الذكاء الاصطناعي الـ AI الـ Artificial Intelligence علاقة خاصة من نوع خاص، وأنا أسميها في مؤلفات العلاقة التشاركية العميق. هذا ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القانون من أوائل العلمية ونحن نرى في كل دول العالم. طيب، نرى أثرها، وهذا بعض من كل، لأن القانون آثاره كثيرة وكبيرة، ولا شك أن القانون يعم الجميع. هناك المحاكم المتنقلة، هناك وأنت جالس الآن تستطيع أن تقدم بلاغ، وأنت فرد عادي، نعم لابد من محام يعني درس في كليات الحقوق والقانون وكليات الشريعة والقانون حتى يمارس المهنة، ولكن أنت قد تستطيع أن تكتب مذكرة داعمة لهذا المحام. وبعض القضايا مثل القضايا الأسرية يجوز لصاحبة الحق على وجه الخصوص المرأة، وقضايا النفقة والولاية، أن تكتبي أنت مذكرتك القانونية. بمعنى ماذا؟ إن كل شيء أصبح تكنولوجي، وكل شيء تم أتمتته، وهذا جزء من كل. وهذا يقود إلى ما هو أبعد، اللغة القانونية، هذه اللغة، اللغة المنطقية، وأخذت قوتها من ماذا؟ أخذت اللغة القانونية قوتها من اللغة العربية الأصيلة الأم، واللغة العربية الأصيلة، وعلى ما يقول ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني، هذا مفكر لغوي كبير من الطراز الأول، كان في القرن الخامس، في أوائل القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، أواخر الرابع وأوائل الخامس، له كتاب يسمى الخصائص، يسميها اللغة الشريفة، لدرجة أنه قال إن هذه اللغة بها من المنطق ما يستوعبها في حفنة من المدلولات، رغم أنها ملايين ملايين الجذور غير المكررة وغير المتشابهة. بنظرية تسمى نظرية الاشتقاق الأكبر أو الكبار، ثم الاشتقاق الكبير، ثم الاشتقاق الصغير. وهذه النظريات في الاشتقاق، يعني بس مثال بسيط، ضرب يضرب ضربا، ضارب ضراب ضروب مضروب استضرب ضرب. شوفوا انظروا، كل تغيير في الهيئة والبنية الصرفية يتبعها تغير بالضرورة في البنية الدلالية، وهذا نسق، لأنه نسق، ونسق صرفي يتناول هيئة الكلمة ويتناول دلالة الكلمة. الذكاء الاصطناعي، النماذج اللغوية في الذكاء الاصطناعي
نماذج اللغه الكبيره ال ال ام اللارج لانجويج مودلز في الذكاء الاصطناعي، هذه تستحب هذا الشيء وتعيش عليه وتبحث عنه في اللغه الطبيعيه. فالناتشرال لانجويج واللغه، نماذج اللغه الكبيره او نماذج لغه الذكاء الاصطناعي تاخذ من اللغه الطبيعيه ماذا؟ اول شيء تفهمها، تفهم تراكيبها، تفهم بناها، تفهم انمطها، سلوكياتها، قاعداتياتها الصرفيه والبنيويه والدلاليه، ثم تمتص كل هذا لتحسن التعامل معها لاحقا بالتلخيص وبتوليد نصوص جديدة مقاربة وبالإجابة عن الأسئلة. إذن أقول إن البنية الرئيسة في تقدم العلوم القانونية هو اللغة، واللغة هي قوام القانون والعلوم القانونية. القانون كما قلنا هو أفكار، مجرد أفكار وفلسفات وقواعد عامة مجردة، القاعدة القانونية قواعد عامة مجردة لا تجد لها سبيل إلا بشكل لغوي، لابد أن تصاغ صياغة منطقية لغوية محكمة. انظر إلى هذه القاعدة، يقولون مثلا في نص القانون المصري قانون العقوبات: كل محكوم عليه بالإعدام يشنق. كل محكوم عليه بالإعدام يشنق، يعني انظر إلى هذه الكلمات، هذه الكلمات منطقية، كل عامة مطلقة فيها عمومية من ألفاظ العموم. محكوم، محكوم صيغة لغوية مفعول تدل على من وقع عليه الحكم، اسم مفعول. بالإعدام، السبب إعدام، يعني إذن الإعدام اللي هو إزهاق الروح، يشنق. فهنا في نص محدد، هذا النص لو أعطيته للغة، النماذج اللغوية LLM في الذكاء الاصطناعي، هذا نص سلس سائغ يمتصه امتصاصا، يأخذه ويفهمه مباشرة ويعالجه ويحسن التنضيط بينه وبين مساقه وسياقه وسوابقه ولواحقه وبين مضمونه ودلالاته. فالأمر جد يسير بالنسبة للغة أو نماذج اللغة أو اللغات الذكية، لغات الذكاء الاصطناعي هذه، وهي ما هي إلا برامج ذكية طبعا لمعالجة اللغة الطبيعية. طيب، يبقى إذن السر الأول في عبقرية اللغة العربية كما قال العلامة أبو الفتح عثمان بن جني، وكان يسميها اللغة الشريفة. تأتي اللغة القانونية بشقين عند تحليل هذا المصطلح، هذا الكونسبت، هذا المفهوم. اللغة القانونية أي قوامها معطيات قانونية قاعدية، والمعطى الآخر لغوية، يعني أخذت من جواهر اللغة العربية من مفرداتها وتراكيبها وأبنيتها وأساليبها وعباراتها وفقراتها وسياقاتها، ثم تمثلت في نصوصها، ثم مع هذا البعد اللغوي أخذت جوهر القانون، فلسفة القانون، منطق القانون، ترتيب القانون، دقة القانون، وكل هذه الأشياء أجمع ولدت لنا لغة ذكية. اللغة القانونية لغة ذكية، لغة يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يتعامل معها من خلال برامج. طيب، المحور الأول في العنصر الأول ثاني صفحة 3، نستفيد ونخلص من هذا أن اللغة العربية فيها أهلية، الأهلية البنائية والدلالية، كل هذه الأهليات للذكاء الاصطناعي كلها أسست للعلاقات القانونية الذكية أو العلاقات القانونية العلاقات القانونية مع اللغة ومع معطياتها ومع الذكاء الاصطناعي. طيب، العنصر الثالث تابع المحور الأول، العنصر الثالث نعود، القانون يا سادة علم، وهو علم له خصوصية أيضا عن باقي العلوم. فمن خصوصيات علم القانون أنه علم نجد أثره مباشرة، يعني فيه الكاش فاليو، القيمة المباشرة. أي تغيير قانوني يطال الجميع، أي تغيير قانوني يطالنا جميعا بلا استثناء، ما دمت أنت سوي عاقل مكلف مخاطب بالقاعدة القانونية، مخاطب بالتشريعات القانونية، فأنت وبحق يعني حتما جزما محكوما بهذه القواعد وخاضع له. القانون لما تطور
ما الذي سيحدث؟ وما الذي يعني يخاف منه؟ وما الذي يرغب فيه؟ باختصار، أنا بصراحة من أنصار الاتجاه التفاؤلي أن تعزيز العدالة القانونية بالذكاء الاصطناعي والابتكارات والاختراعات والروبوتس المتعلقة بالقانون، أنا أقول القانون فكرة منطقية وقواعد عامة مجردة، وبحق من وجهة نظري قد يختلف مع البعض وأنا أحترم اختلافه، الآلة الذكية السمارت ماشين الروبوت القانوني أو هذا النظام أو البرنامج القانوني الذكي، أعتقد أنه سينصف البشر أكثر من إنصاف بعض البشر. لماذا؟ لأنه محايد، أنت تعطيه قضية، معطيات، في مدخلات، في إنبوت، هو يعمل بروسيسنج، هو يعالج هذه القضايا وفقا للنصوص، وكل شيء في القانون مكتوب. ومن عجيب القانون أنك لا تحاسب إلا على المكتوب، المكتوب لابد أن يكون مكتوبا، لا جريمة إلا بنص، ولا عقوبة إلا بناء على جريمة منصوص عليها وفيها حكم قضاء. فإذا أنت في أمان، القانون في أمان. لو تخيلنا أن جهازا سمارت ماشين، يعني بس بروف محمد حضرتك معانا؟ حكم طبيعة البشر، نجوع يعني خل معك يا دكتورة. دكتورة؟ تمام اوكي، سامع حضرتك الآن، اتفضل حضرتك. بس ماشي، احنا قدامنا دقائق معدودة ان شاء نعم الله، لا بأس، اتفضل خلاص. حضرتك. أريد أن أقول إني العلاقات ما بين القانون وما بين الذكاء الاصطناعي ولدت واقعا، بصراحة واقعا مستحبا سيكون، وبالفعل هناك المحامي الرقمي، إلى الآن ليس هناك قاض رقمي ولكن هو في الطريق للظهور، القضاء وبعض القضاء يصرح بذلك ولا تثريب عليه أنه يستعين بالذكاء الاصطناعي في تحليل الوقائع، في تحليل القضايا، في تحليل السابقات القضائية. نحن أهل القانون عندنا يعني مقررات ومفردات كثيرة عميقة، حتى تكتب دعوة لابد أن ترجع إلى مراجع عديدة، فمن الذي ييسر ذلك؟ الذكاء الاصطناعي. جوهر الذكاء الاصطناعي هو اللغة، والقانون لا قانون إلا بلغة، اللغة هي جسد القانون والقاعدة القانونية هي روحه، فبالتالي اللغة القانونية آهلة بحكم أهلية اللغة العربية وبحكم أهلية اللغة القانونية العربية وبحكم قاعدية ومنطقية القانون، بالتالي الذكاء الاصطناعي يستجيب للوقائع القانونية. فالمبشر أن التقدم القانوني يضمن عدالة أكثر، الآلة القانونية المحكمة التي مدخلاتها صحيحة ومعالجتها صحيحة والأوتبوتس صحيحة، هذه أكثر نصفة وأكثر تطبيقا للقانون من كثير من البشر، بل من كل البشر إذا كانت إيه؟ ستعمل بناء على الورق. وعندنا قضاء كثير، القضاء المدني قضاء ورقي، والأصل القضاء هو ورقي، قد يأتي مشتاك ومعه أدلة وأحكم له، يحكم القاضي له وهو ظالم، لا ندري، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأحكم له، فمن حكمت له بشيء فقد حكمت له بقطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في لحن الكلام، في الإقناع، فالقاضي الجنائي هو قضاء إقناع، محكمة إقناع تقوم على مبدأ الإقناع، وإن خالف ذلك باقي المحاكم. طيب المستقبل، هل هناك شيء مخوف منه؟ بالنسبة لي بناء على بحث النظرية العامة للعدالة الرقمية، وهي العدالة القانونية الرقمية، وهي بفضل الله أول بحث مطلقا في العالم العربي من نوعه، ذكرت فيها أثر الذكاء الاصطناعي على مؤسسات العدالة وعلى الفكر القانوني وعلى التشريع وعلى القضاء، وفصلت فيه هذه الأمور تفصيلا، ليس هناك شيء مخوفا منه، بل أنا عن وجهة نظر الشخصية أتمنى السينجولاريتي، السوبر كمبيوتر الجنرال، يعني الذكاء الاصطناعي العام
هذا على المستوى القانوني له آثاره الحميدة، ولست أرى أي منقصة أو أي ضعف في التطور القانوني على مستوى العدالة والذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence خلافاً لباقي العلوم. أنا لا أقول هذا الرأي بالنسبة لباقي العلوم، ولكن هذا بالنسبة للعلوم القانونية. وأخشى أن أطيل، وقد كان عندي مفردات كثيرة، ولكن يعني ألتزم بالوقت. شكراً لكم جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف شكر لحضرتك بروف محمد على هذا العرض. أعتقد إحنا أكيد نحتاج إلى مزيد من المحاضرات التي نستفيد من معلومات حضرتك السرية والرائعة في مجال القانون والطاقة بالذكاء الاصطناعي واللغة العربية لغة القرآن. فكل الشكر والتقدير لحضرتك على قبولك المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر وعلى هذه المعلومات. ونفتح باب الاستفسارات لدقائق معدودة، ممكن نضغط على الريز هاند. كان في استفسارات كتير كده. دكتور جميل في كاتب استفسار على الشات، ممكن حضرتك تقولي الاستفسار دكتور جميل؟ طيب دكتور أحمد مصطفى، اتفضلي دكتور أحمد. دكتور أحمد حضرتك فتحت المايك وقفلته تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام. وبركاته. شكرا جزيلا أستاذة على هذه كذلك إطلالة المسائية الرائعة، وعلى هذا التسيير الجيد لهذه المداخلات. وأتوجه بالشكر الجزيل لكل الأساتذة الذين دخلوا في موضوع الذكاء الاصطناعي، خاصة الأستاذ الفاضل الذي تدخل مؤخرا. لدي سؤال على السريع نظرا لضيق الوقت. نحن في الجامعات أحيانا نجد بحوث منجزة بطريقة الذكاء الاصطناعي. السؤال الأول، هل هناك قانون، يعني في المجال القانوني أو في مجال يعني تحكيم هذه البحوث، هل هناك مواد خاصة بالذكاء الاصطناعي، يعني مواد قانونية؟ ثم السؤال الثاني، هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي في مجال بحوث اللغة العربية، خاصة البحوث هي بحوث الآلة، ما يسمونه علوم الآلة، يعني قد تتجاوز الأستاذ وتتجاوز المعلم، ويصبح الذكاء الاصطناعي حالا محل المدرس؟ وبارك الله فيكم، وشكرا جزيلا أستاذة فاضلة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور أحمد، اتفضل بروف محمد. أنا الأخ بس كان كتب، الذي كتب كلاما، قال الأمين العام للأمم المتحدة، قال إني الذكاء الاصطناعي خطر يتهدد البشرية. نعم، لا، ليس الذكاء الاصطناعي، ولكن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى الحربي. على المستوى الحربي أكرر هذا، نعم قد يهدد ويتهدد البشرية. وأنا عندما ذكرت أن ليس هناك استثناء إلا في شيئين من وجهة نظري، إن الذكاء الاصطناعي على المستوى القانوني كلما تقدم كلما تعززت العدالة. الآلة أنصف من أفضل قاضي مطلقا. لماذا؟ بناء على النصوص القانونية، بناء على أن الحكم يعتمد على التحليل، وكل قاض هو يحلل، والقاضي إنسان. وأنا باعتباري أستاذ للقانون الجنائي عندما ومحام أيضا أمارس المهنة، عندما أقف وأكتب مذكرة أدافع أنا أستعين بالذكاء الاصطناعي، لابد أن أستعين به. عملت محاميا قبل الذكاء الاصطناعي، وعملت محاميا بعد تشات جي بي تي وجيميناي وبعد هذه، طبعا ساعدتني مساعدة كثيرة، ولكن لا أعتمد عليها كلها. فكلما تقدمت الأمور في الذكاء الاصطناعي ضمنت العدالة.
هذا أولا. الأمر الثاني أو العلم الثاني العلوم الشرعية، كثير من المشايخ وفقهم الله، الإسلام والدين الإسلامي هو دين الكتاب والسنة ثم التدبرية، فكلما كانت عندنا برامج فائقة سوبر يعني روبوتس تعالج وتحلل اللغة القرآنية والنصوص وكتب التراث والبيج ديتا الإسلامية العظيمة العملاقة تخرج بفتوى أفضل من أفضل شيخ. هذا وجهة نظري أقوله بناء على علم. أنا درست مقرر أصول الفقه الرقمي، وهذا بفضل الله أول مقرر في العالم الإسلامي أجمع، والحمد لله أخذت عليه جوائز في الجامعة. فالشاهد يعني أنا أقول هذا بناء على دراسة فلا بأس. السؤال الثاني، اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، بصراحة يعني أعظم ما رأيت البرنامج في دبي مشروع جيس، هذا مشروع فائق لها عناية بالمعلومات اللغوية. إلى الآن هذا الكمبيوتر الفائق اللي هو كوندور جالاكسي استوعب 116 مليار رمز عربي، ولكن انظروا إحنا 116 مليار، ولكن على مستوى اللغة الإنجليزية في 279 معلمة باللغة الإنجليزية، فلغتنا أثرى وأقوى وأعتى وأعرق، ولكن يعني للأسف هناك تقصير، ولكن نأمل الإخوة في دبي يقومون على هذا المشروع. فاللغة العربية والذكاء الاصطناعي مستقبل مشرق، لأن طبيعة اللغة هي طبيعة منطقية تراكبية فيها نسقية صرفية تعالج بنية الكلمة، فيها نسقية صوتية تعالج الفوناتكس، فيها نسقية تركيبية تعالج النحو، فيها نسقية أسلوبية تعالجها علوم البلاغة الثلاثة، علم البيان والبديع وعلم المعاني. شكرا. شكرا لحضرتك بروف محمد على التوضيح. هل هناك أي استفسار آخر؟ نرجو من لديه استفسار يضغط على ريز هاند. أمامنا دقيقتان فقط لإنهاء فعاليات المؤتمر. إذا ليس هناك أي استفسارات أخرى، نشكر الحضور الكريم على صبركم معنا طوال 3 ساعات متتالية. نشكر السادة المتحدثين الرئيسيين، الأستاذ الدكتور زكريا فؤاد فوزي حسن الذي تحدث عن الذكاء الاصطناعي ودوره في التحديث واستدامة المنظومة الزراعية العربية. كل الشكر بروف رحاب رجب محمود حسان التي تحدثت عن الذكاء الاصطناعي وما وراء الآفاق في جماليات التصميم الفني. كل الشكر والتقدير لبروف محمد مصطفى زايد الذي تحدث عن استخدام شبكات النانو اللاسلكية ثغرات طبية في جسم الإنسان. كل الشكر بروفيسور محمد عبد الكريم أحمد عبد الكريم الحسيني الذي تحدث عن الروابط التنظيمية والمنطقية بين نماذج الذكاء الاصطناعي واللغة العربية واللغة العربية القانونية. وأخيرا كل الشكر والتقدير لبروفيسور خالد صلاح حنفي محمود الذي تحدث عن دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الجامعي. كل الشكر للحضور الكريم وكل القائمين على المنصة. كل الشكر والتقدير لدكتورة مريم على جهودها خلال ما قبل المؤتمر وأثناء المؤتمر وما بعد المؤتمر. كلل الله خطاكم جميعا بكل التوفيق والنجاح، وشاكرة مشاركتكم معنا الطيبة، وإن شاء الله نلتقي بحضراتكم في ملتقيات أخرى ومؤتمرات أخرى ومحافل أخرى بكل التوفيق والنجاح، وتصبحون على ألف خير. شكرا لكم. شكرا سعادة الأستاذ دكتور رحاب يوسف، شكرا لكم على حسن إدارتكم لهذه الجلسة، وأيضا نشكر الأساتذة الأفاضل المشاركين في هذا المؤتمر، بارك الله بكم ونفع بعلمكم. الآن توجد بعض الاستفسارات نشرحها في دقائق معدودة، استفسارات عن المنصة وطريقة طلب الشهادة. الآن أشارك الشاشة معكم. نعم، هذه هي الصفحة الرئيسية للمنصة، وفي تشات أرسلنا رابط الحصول على الشهادات، ممكن أيضا من هنا من الجلسات. هذه هي جميع جلسات
المحتوى اللي الرابع عشر، نحن الآن في اليوم الثالث، تم إرسال هذا الرابط. يعني عندما تضغطون على هذا الرابط تظهر لكم هذه الصفحة، صفحة الجلسات. نختار اليوم الثالث، نختار أي يوم نرغب في أن نقوم بطلب شهادته. هذا هو اليوم الثالث، هذه هي كانت فعاليات اليوم الثالث. وهنا المؤتمر، المؤتمر الدولي التاسع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة. بالنسبة لي الذين لم يسجلوا بعد يضغطون تسجيل، هنا موجود زر تسجيل، والمسجل الذين قاموا بالتسجيل لا يضغطون هذا إلغاء التسجيل، يبقى على حاله فهم مسجلون. بالنسبة للشهادة يمكن الضغط على الزر الأخضر، نضغط على الزر الأخضر تظهر المعلومات الخاصة بالشهادة، ويمكن دفع الرسوم، هي رسوم 20 دولار للشهادة لهذا المؤتمر. ثم نضغط تحميل الشهادة الإلكترونية وتكون بهذا الشكل، هذه شهادة الحضور. موقعة ومختومة من المنصة ومن الجهة الراعية، من الجامعة العراقية. أيضا استفسار آخر كان بخصوص كيفية متابعة نشاطات المنصة للدكتورة سعدية على ما أذكر. متابعة نشاطات المنصة توجد صفحة من الفيسبوك، في الفيسبوك للمنصة، وكذلك توجد مجموعات الواتساب يتم النشر فيها، وأيضا تم إرسال الروابط في صندوق الدردشة، صفحة الفيسبوك، صفحة المنصة على الفيسبوك، ورابط اليوتيوب، وكذلك لمتابعة الفيديوهات التي تم عملها، يعني تم المحاضرات السابقة، جميع المحاضرات السابقة موجودة على صفحة اليوتيوب، على قناة اليوتيوب على المنصة. وأيضا بالنسبة لمن يسألون عن طريقة تعبئة الرصيد، في أي صفحة من صفحات المنصة موجود هذه علامة الزائد، عفوا هذه علامة الزائد، نضغط عليها وتظهر لنا عدة خيارات لتعبئة حساباتكم في منصة أريد، إما بنظام البطاقة الائتمانية أو عبر أعضاء منصة أريد، موجودة تفاصيلهم، ممكن التواصل معهم والاستفسار، أو عبر البايبال أو عبر شركات الحوالات المالية، أيضا موجودة تفاصيلهم وأرقام هواتفهم يمكن التواصل معهم، أو ممكن عبر الويسترن يونيون. شكرا جزيلا لكم، شكرا لحسن إصغائكم واستماعكم، نلقاكم غدا إن شاء الله في اليوم الرابع من أيام البحث العلمي الدولي الرابع عشر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا دكتورة مريم. شكرا لكم.